مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير والجمال والأمل على حضراتكم. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح دريم، الخميس 26 يناير 2017 9 صباحا بتوقيت القاهرة. إن شاء الله يا رب يكون يوم سعيد على كل اللي بيشوفونا. طبعا امبارح مصر فازت في مباراة الأمس على غانا بهدف محمد صلاح، ألف مبروك لمصر. وإن شاء الله بإذن الله يعني بهذه المباراة مصر بتتصدر المجموعة الرابعة. وطبعا مبارك لمصر ومبارك لكل المصريين، وإن شاء الله دايما كده مبسوطين ودايما فرحانين. النهاردة عندنا فقرات متعددة الحقيقة. بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة هنتكلم في فقرتنا الأولى في موضوع مهم جدا خاص بالأسرة المصرية. هنتكلم تحديدا عن دور الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، وهنعرف دورها في اختيار الأم المثالية. يعني إيه أم مثالية، ووفقا لإيه بيتم اختيارها، وأيضا حقوق الطفل، ودي الحاجة المهمة جدا المفروض ان احنا نتكلم فيها النهاردة. ومشروع هام جدا هو مشروع تطوير الحضانات اللي تجاوزت اكثر من 14,000 حضانة اطفال اقل من 4 سنوات، وده طبعا سن الحقيقة بيكون سن حساس جدا بالنسبة للطفل وبالنسبة للأسرة بالكامل، لان التعامل بيكون فيه يعني ليه اسس كده معينة هنعرفها بالظبط ايه هي، والمفروض الحضانة دي مكوناتها ومحتوياتها تكون ايه بالظبط. هنعرف كمان تعاون الوزارة مع منظمة يونيسيف ووزارة التربية والتعليم من خلال تقديم منهج تعليمي موحد، وشكله إيه المنهج اللي المفروض يكون مناسب للأطفال في السن ده. طبعا هنتعرف أكتر كمان على الإدارة العامة للأمومة والطفولة، وعشان كده هتشرفنا النهاردة في هذه الفقرة الدكتورة عزة عبدون مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي. هنستنى طبعا كل استفسارات حضراتكم حول هذا الموضوع. فقرتنا الرئيسية الثانية والأخيرة هنناقش فيها حاجة برضو مهمة جدا، يمكن حضراتكم كنتوا أكيد قريتوا عنها في على مواقع التواصل الاجتماعي وسمعنا عنها في بعض المواقع الإخبارية. كان في طلب من الحكومة، ده اللي احنا هنناقشه النهاردة، يعني بزيادة الرواتب، وده الحقيقة أثار خلال اليومين اللي فاتوا حالة من الجدل والغضب أيضا بين الجماهير. الغضب ده أصاب عدد أيضا من نواب البرلمان والمواطن المصري طبعا على وجه التحديد، المفروض أن نائب البرلمان بيمثله، وده بسبب تقدم الحكومة بمشروع قانون لزيادة مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم، وكمان إلغاء العمل بقانون 100 لسنة 87. طبعا بدوره أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب القانون ده إلى لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشؤون الدستورية علشان تتم مناقشتها مع الحكومة وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للبرلمان. عبر الحقيقة عدد من النواب كممثلين للشعب على القانون عن رفضهم لهذا القانون طبعا وتوقيته الحرج. والسؤال هنا وعلامة الاستفهام اللي تسألوها وتسائل أيضا العديد من المواطنين، إزاي الحكومة بتطلب من المواطن هو يرشد ويتقشف في ويرشد نفقاته بشكل عام في الحياة، وفي نفس الوقت هم عايزين مرتباتهم تزيد. بين المؤيد والمعارض لهذا القانون هنناقش خلال فقرتنا الرئيسية الثانية والأخيرة وجهات النظر المختلفة مع ضيوفنا الكرام اللي هينورونا، النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، وأيضا النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب. في انتظار برضو حضراتكم تقولوا لنا رأيكم في يعني سواء موضوعنا الأول أو موضوعنا الثاني. من الأخبار البارزة طبعا اللي احنا شفناها امبارح، الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة بالحنطور بشوارع أسوان. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة مساء أمس الأربعاء على كورنيش أسوان مستقلا حنطور بصحبة زوجته السيدة انتصار السيسي، وتفاعل الحقيقة الأهالي معاه والتفوا حوله علشان يحيوه ويسلموا عليه. والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من السائحين المتواجدين حاليا بأحد فنادق أسوان، والسائحون كمان حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. أسوان هتشهد على مدار يومين الجمعة والسبت، بكرة
وبعده يعني اللي جايين مؤتمر الشباب اللي تم تخصيصه لمناقشه قضايا الصعيد. بيناقش المؤتمر اللي تولي الدولة والرئيس اهتمام كبير الحقيقة تنمية الصعيد يعني في هذا الشهر في كافة المجالات اقتصاديا وسياحيا وصناعيا. كان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أكد الحقيقة أن الحاضرين لمؤتمر أسوان هيمثلوا 1300 من شباب محافظات الصعيد، بس ده نظرا لارتفاع نسبة الإشغال حاليا في أسوان، فقد رأت رئاسة الجمهورية تقليل عدد المدعوين المؤتمر من الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين. هذا طبعا بالتالي تم التركيز على الشخصيات البارزة فقط، وأغلبهم بينتمي لمحافظات الصعيد أيضا. بالنسبة للتأمين وفي نفس السياق، سيد وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن بأسوان قبل مؤتمر الشباب. تفقد السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قوات الأمن بمطار أسوان والخدمات الأمنية بالشوارع استعدادا لمؤتمر الشباب. أكد رجال الشرطة على جاهزيتهم لتأمين المؤتمر، وشدد الوزير على اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه، وأنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لتأمين مؤتمر الشباب الوطني اللي بتقام فعالياته يوم الجمعة والسبت بمدينة أسوان بحضور رئيس الجمهورية طبعا كما ذكرنا سلفا. وأعلنت مديرية أمن أسوان رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب استعدادا لهذا الحدث، هذا طبعا من خلال الدفع بدوريات أمنية في الشوارع على مر دار اليوم، وكمان تكثيف الحملات الأمنية اللي بتستهدف الخارجين على القانون والعناصر المتطرفة واستهداف الشقق المفروشة بواسطة حملات أمنية متكررة بناء على معلومات دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية وطبعا بإبلاغ السادة المواطنين. تعالوا بقى نروح لمرض الكتاب. يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 48 بحضور عدد من الوزراء. بيتفقد رئيس الوزراء عقب افتتاحه المعرض الأجنحة المختلفة بحضور عدد كبير من المسؤولين والوزراء. في سياق متصل، أرجى رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة المقرر عقده اليوم لغاية يوم الحد المقبل علشان ارتباطه بافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب. نروح بقى للأزهر، وإحنا كنا اتكلمنا عن وزارة التربية والتعليم بتطبقت نظام البوكلت. الأزهر كمان بيطبق نظام البوكلت على طلاب الثانوية هذا العام. كشف الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أنه سيتم تطبيق نظام البوكلت هذا العام على طلاب الثانوية الأزهرية، موضحا أنه تم إجراء كافة التجارب من تدريب رؤساء اللجان والمراقبين على النماذج الجديدة لورقة الأسئلة. أضاف وكيل الأزهر أيضا أن الأزهر سيطبع نماذج الأسئلة الجديدة في مطبعته مطبعة الأزهر، لافتا أن هو يتبقى بعض الأمور الفنية فيما يخص المظاريف اللي هيكون فيها الأسئلة يعني أو ورق الأسئلة أو ورق البوكلت بقى. وأشاروا إلى أنهم هيتم عمل عدة نماذج مختلفة للامتحان داخل اللجنة للقضاء على التواصل بين الطلاب أو تسريب الأسئلة على صفحات التواصل الاجتماعي. وضح كمان أن الأسئلة هتكون موحدة بس بنماذج مختلفة. احنا قلنا قبل كده أن نظام البوكلت هيبقى السؤال ورق الأسئلة وورقة الإجابة في نفس الورقة، هو هتبقى نفس السؤال بس مش بنفس الترتيب عند كل طالب، ده طبعا منعا للغش. دكتور عباس شومان تابع كمان وقال حرفيا تأكدنا من تدريب المراقبين على نظام البوكلت ورؤساء اللجان، وجلوس الطلاب هيكون ليه كيفية معينة هيطرحوها يعني بعد كده، ويقوموا بعمل برامج تدريبية وشرح عملي لرؤساء اللجان وتدريبهم عمليا لكيفية التعامل مع النظام الجديد. أيضا من جانبه قال دكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه هيتم بدء بث نماذج ورقة الأسئلة بدءا إن شاء الله من شهر فبراير اللي جاي على بوابة الأزهر الشريف، لافتا إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 160 ألف طالب وطالبة تقريبا. نروح بقى لدينية البرلمان وموضوع هام جدا. قانون تجريم الطلاق الشفهي هيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة.
دكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب قال إنه هيتم استطلاع رأي المؤسسات الدينية المعنية من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء في قانون تنظيم الطلاق الشفهي، بالإضافة إلى إن القانون ده يعني هيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة. وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الدينية أن عقوبة الحبس أو الغرامة هتكون في حالة حدوث مشكلة بين الزوجين، وإن الزوج يبتدي إن هو يماطل في مسألة الحقوق المادية أو الحقوق العينية. ووضح كمان ان تصورات هذا القانون هتكون وثيقة الطلاق الرسمية يعني، وفي الوقت نفسه هتشمل هذه الوثيقة حقوق الزوجة، وان تكون العقوبة في حالة المماطلة او التأخر او امتناع الزوج عن اعطاء الزوجة حقوقها المادية او العينية. اشار حمروش ايضا الى ان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في جلسة لها قالوا ان الطلاق الشفهي صحيح بس بيستحب توثيقه رسميا لدى مأذون شرعي، وحول ما إذا كان القانون ده هيعترف بالطلاق الشفهي ولا لا. قال أمير سن اللجنة الدينية عشان يوضح يعني الموضوع أن الموضوع ده هيتم في الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية. طبعا ده يعني الفكرة دي ابتدت لما طبعا انتوا شفتوا اول امبارح طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال باعياد الشرطه اول امبارح، واكدت ان هو حريص جدا على ترابط الاسره ووحدتها وعدم تشريد الاطفال اللي بيعملوا يعني اجيال من اطفال الشوارع، او اطفال بيبقوا نفسيتهم مش مظبوطه فبيبتدوا يتصرفوا تصرفات يعني مش مظبوطه. طيب احنا معانا على الهاتف دكتوره امنه نصير عضو اللجنه الدينيه بمجلس النواب. دكتوره امنه صباح الخير. صباح النور على حضرتك وصباح النور على المشاهد الكريم. بس تصحيح بسيط، انا مش في اللجنه الدينيه، انا في لجنه الخارجيه. لجنه خارجيه. طيب يا فندم عفوا اتفضلي. الحقيقه يعني هذا الطرح الذي طرح من قبل رئيس الجمهوريه انا سعيده به جدا، وهو من اهتمامي من سنين بعيده منذ ان كانت الدكتوره مشيره خطاب رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة. وأذكر أن احنا مع عدد من رؤساء محاكم الأسرة ويمكن قعدنا يجي 6 شهور كل شهر نقعد نعمل اجتماع مطول، وانتهينا إلى أن أعظم ما يهدد الأطفال هذا الطلاق المتكرر الشفوي أو بعد ما يوثق وتنتهي العلاقة الأسرية. ده بيصيب الأطفال بحالة من الاضطراب وعدم الأمن بين أسرة تحميه. وثبت من البحث الذي قامت به إحدى المؤسسات المحترمة أن 94% من أطفال الشوارع ثمار بيت الطلاق. 94% من أطفال الشوارع نتيجة أو ثمار هذا الطلاق وتشريد الأطفال وتركهم للبيت بعد أن يتم الطلاق. الأب يتزوج والأم تتزوج ويصبح الأطفال بنات أو صبيان لا مكان لهم لا عند الأب ولا عند الأم. دكتورة أمنة أنا عايزة أتكلم في نقطة تحديدا، وهي يعني إن بيحدث طلاق إيه في خناقة مثلا يا فندم، وعلى أتفه الأشياء وعلى أتفه الأشياء، وبعدين بعد ما الدنيا بتهدى كده شوية بيبتدوا يرجعوا يقولوا إيه، لا ده أنا ما كانش قصدي، أصل إحنا كنا متعصبين أو ما كنتش متعصب أو ما كنتش متنرفز. بناء على إيه؟ أنه راح استشار شيخ الجامع أو استشار أي شيخ. بالظبط كده، هي دي النقطة اللي أنا عايزة أتكلم فيها أكتر كمان من قصة إن يكون في إن الطلاق ده هيترتب عليه إيه. ليه يا فندم؟ لأن أنا هستند برضو للحديث الشريف اللي هو 3 جدهن جد وهزلهن جد، المفروض الطلاق والنكاح والعتق، تمام؟ فالمفروض ان مفيش يا فندم يعني المفروض مفيش هزار في الحكايه دي. ازاي يا فندم الشيخ بتاع الجامع ولا الامام ولا ايا كان اللي موجود بيقوله لا دي ما تتحسبش طلقه، بناء على ايه؟ هو دلوقتي مبقاش عارف دي طلقه ولا مش طلقه. هو فعشان كده بس عايزين قوانين. هو نوع من الاستهتار بقيمه ميثاق الغليظ. ليه؟ لان في بعض الفتاوى خاصه عند ابن تيميه يقول لك اذا كان الطلاق ليس في اغلاق، يعني ايه اغلاق؟ ما يكونش غضبان لدرجه انه مش داريان ايه اللي بيعمله، مثل هذا الطلاق لا يحسب.
هم بيقيسوا على هذا الوضع، لكن الرجل أو هذا الزوج المستهتر بقيمة ومكانة الميثاق الغليظ هو بكل همه أنه هو يهدد المرأة. أنت لو رحت لأمك أنت طالع، أنت لو زرت أخوك تبقى طالع، أنت لو حضرت فرح أختك تبقى طالع، وتيجي المرأة تعاند. هو لا يدري ما هي الانعكاسات النفسية على هذه المرأة المهددة. هي دي النقطة بقى بالضبط اللي أنا عايزة أحددها. هل نحن بحاجة إلى قانون لضبط يعني حماية بالضبط وضبط هذا التصرف وحمايتنا أو حماية الأسرة بشكل عام؟ هل نحن بحاجة إلى قانون ينفذ وتصل فعلا زي ما بيقال كده يعني المفروض أن عقوبته تكون الحبس أو الغرامة؟ شوفي، أنا عندما طرح علي هذا الأمر أدي يومين قلت أولا هذا الأمر المعني به بالدرجة الأولى اللجنة الدينية في البرلمان. تمام. وأنا ما عنديش مانع أن أنا أعطيهم ما كتبته وما جهود التي عملتها في هذا الأمر، أتعاون معهم، لأن أنا الذي يعنيني استقرار الأسرة ووجود الحلال في داخل الأسرة وضبط هذا الرجل المفلوت باستخدام الطلاق على الفاضي والمليان. هي الآن في بيت الجماعة بتوع البرلمان اللي هم في اللجنة الدينية، وحتى ينتهوا إلى ما ينتهوا إليه. وأتمنى بأن هذا الأمر لا يتيه في سراديب المشايخ واللجان، وأنه يحسم رحمة بالزوجة المهددة وبالأطفال الذين ينتظر مصيرهم التشرد. أتمنى أن هذا الأمر يكون لدينا جزء من الاجتهاد الجاد، وأن نواجه هذا الأمر من قبل رجال الدين أولا، أو من قبل المشايخ أولا، أو من أهل الفتوى والفقه بالذات أولا. تمام. وأن نخرج للمجتمع وللأسرة برأي موحد حاسم جازم مانع لهذه الفوضى. هذا ما أتمناه معك على الهواء الآن. بضم صوتي صوت حضرتك. طبعا الهدف هو الحفاظ على ترابط المجتمع، وان حدث يعني قدر الله حدث طلاق يكون برضو بشكل محترم. انا بشكرك شكرا جزيلا على التوضيح دكتوره امنه نصير عضو اللجنه الخارجيه بمجلس النواب. تعالوا نكمل اخبارنا كمان، نروح بقى الموضوع تاني. وتم ضبط العضو المنتدب بشركة صرافة لإتجاره بالعملة وبحوزته 36 مليون جنيه. ضبطت مباحث الأموال العامة العضو المنتدب في إحدى شركات الصرافة لإتجاره بالعملة، حيث عثر بحوزته على نحو 36 مليون جنيه مصري. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفاداها قيام عبد السلام ميم عين العضو المنتدب في إحدى شركات الصرافة مقيم بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي من خلال إتمام إحدى الصفقات. بتفتيش الشقتين ضبط بداخلهما مبالغ كبيرة من العملات المختلفة سواء العربية أو الأجنبية بما يعادل نحو 36 مليون جنيه مصري. هذا بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، أيضا 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مختلفة بيستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلي في إتمام عملية الإتجار بالنقد الأجنبي. وبمواجهته اعترف المتهم بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي. طيب نروح بقى الخبر. احنا دايما برضو بنتكلم على صحة المصريين، وكان في كده من فترة طبعا موضوع انفلونزا الطيور اللي هو H1N1 ده الاسم العلمي بتاعه. تم دلوقتي لأول مرة ظهور ثلاث بؤر للسلالة الجديدة اللي هي H5N8 بثلاث محافظات. كشف آخر تقرير للإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة
بشأن الموقف الحالي للسلالة الجديدة لفيروس H5N8 لأنفلونزا الطيور، ظهور ثلاث بؤر مؤكدة من الفيروس الجديد في دمياط والبحيرة والشرقية. والفيروس ده بينتقل عن طريق الطيور البرية المهاجرة وعن طريق الرياح، وبتعد الحقيقة تسجيل ظهور هذه البؤر لأول مرة في مصر. ودكتور، كان في تصريح دكتور طارق زكريا مدير عام التقصي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه لغاية دلوقتي تم سحب 968 عينة في طيور التربية المنزلية التي تقع في مسار الطيور المهاجرة، ده طبعا للتأكد من إيجابية المرض. واتضح ظهور ثلاثة بؤر إيجابية، منها بؤرة بتاريخ 30/11/2016 اللي فات من الطيور المهاجرة بمحافظة دمياط، وثبت إيجابيتها للإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور H5N8. كمان كان في بؤرة في 28/12 اللي فات في مركز فقوس الشرقية من التربية المنزلية، والثالثة كانت بتاريخ 17 اللي فات تربية منزلية برضو مركز أتكو بمحافظة البحيرة. عايزين بقى طبعا نعرف توضيح، احنا معانا على الهاتف دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور. نور يا استاذه مها، انا بطبع على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. دلوقتي يا دكتور حامد، يعني السلاله الجديده من انفلونزا الطيور، طبعا احنا كده ابتدى الناس يترعبوا من موضوع الطيور تاني، وكنا يعني بقالنا فترة طويلة ما بنتكلمش في الموضوع ده، حيث ما انه ما كانش فيه يعني المرض ده او الفيروس ده موجود. الموضوع ده ايه يا فندم بالظبط، وخطورته ايه دلوقتي؟ يعني انا بس عاوز اوضح لحضرتك، مش عاوزين يكون في انزعاج للمواطنين وبصفة خاصة مربي الدواجن، لانه طبعا هذه السلالة اللي هي الاتش 5N8 منتشرة في جميع دول اوروبا، وكمان موجودة في بعض الدول المجاورة لينا. وزي ما حضرتك عارفة احنا لسنا في مكان منعزل عن العالم، فاحنا معرضين لاي فيروسات تنتقل الى طيورنا عن طريق الطيور البريه المهاجره اللي بتيجي من اوروبا. لكن المهم ان احنا فرقنا الحقيقه فرق التقصي النشط موجوده وبتتتبع خط سير الفيروس في كل الاماكن اللي ممكن يظهر فيها. طبعا عاوز اوضح لحضرتك انه فعلا بدات الاصابه في الطيور المهاجره دي كانت في اواخر شهر نوفمبر. طبعا تم اكتشاف هذه السلالة ودخولها لأول مرة في مصر، لكن ما كانتش موجودة في الدواجن ولا في التربية المنزلية، لكن كانت فقط في الطيور المهاجرة. بالتنسيق مع وزارة البيئة تم تحديد 40 نقطة، هذه النقاط هي المتعلقة بخط سير الطيور المهاجرة، علشان نبدأ نتحرك في هذه النقاط ونسحب عينات من الطيور وبصفة خاصة من التربية المنزلية، لأن هي المعرضة للجو العادي، ونتأكد من وجود السلالة من عدمه ونبدأ عمليات طبعا فيها التقصي. طيب دلوقتي يا دكتور عندي معلش بعد إذن حضرتك سؤال، دلوقتي الناس تعرف إزاي؟ يعني أنا عايزة إرشادات كده، يعني خصوصا الناس اللي بتربي الطيور دي، عشان كل الناس دلوقتي اللي بتسمعنا هتترعب، فعايز أعرف دلوقتي من حضرتك يعني يعرفوا إزاي، إيه الأعراض اللي ممكن يشوفوها على الطيور دي، وهل العدوى بتنتقل من الطيور للإنسان يعني عن طريق الاحتكاك، ولا لازم يأكلها؟ ما أستاذة مها، إحنا مش عاوزين نتكلم يعني بتفاصيل أكتر ونعمل رعب للمربين أو للمواطنين. مش رعب يا فندم، إحنا لازم يكون في وقاية. أوضح لحضرتك، حتى الآن الامور فعلا تحت السيطره، لكن هي نفس الاعراض بتاعه انفلونزا الطيور السلاله H5N1، هي نفس الاعراض تماما. وانا من خلال برنامج حضرتك انا بقول لاي ست بيت اللي هم بيعملوا التربيه المنزليه اهالينا في القرى وفي الريف، ان اي تغير في الدواجن، اي نفوق مفاجئ في الدواجن، يا ريت يتوجهوا بسرعه لاقرب وحده بيطريه او يبلغوا مديريه الطب البيطري الموجوده في هذه المحافظه، علشان نبدا نتحرك بسرعه. هي نفس الاعراض مش كده يا فندم؟ نفس الاعراض. طب يعني ايه الفرق ما بينها وما بين H1N1؟ ما فيش فرق، هي نفس الاعراض، هي نفس يعني هو اختلاف بس في الان يعني في السلاله، لكن هي نفس الاعراض. بل بالعكس انا عاوز اوضح لحضرتك ان ال H5N8 دي يعني ليست شديده الخطوره زي ال H5N1. اوضح لحضرتك اكتر ان نفس المرض
اللي احنا بنستخدمه للوقايه من الاتش 5N1 هو يستخدم ايضا للوقايه من الاتش 5N8. تمام، يعني هل نحن بحاجه بقى دلوقتي للبحث عن هذا المصل وان احنا يعني نبتدي يعني ناخد المصل ده ولا ايه ولا لسه؟ يا فندم عمليات التحصين يا استاذه مها بتكون عن طريق مديريات الطب البيطري، عن طريق اطبائنا، وانا من خلال برنامج حضرتك برجو كل المربين ظهور او وجود اي ظاهره غير طبيعيه في الدواجن نتوجه مباشره لمديريه الطب البيطري او الوحده البيطريه. طيب. ولا نستعين باي طبيب بيطري خارج الوحده البيطريه لانه ممكن بتحصل مشاكل يا استاذ مها. تمام جميل. طب اسال حضرتك سؤال برضو تاني، هل بتنتقل هذه يعني هل بتنتقل العدوى من الطيور للانسان؟ هل بتنتقل بالاحتكاك بمجرد ان هم بيبقى الناس بتحتك بالطيور دي البائعين او المربيين؟ هل هذا بيحدث ولا مش بيحدث بالشكل الرهيب يعني؟ هو ممكن طبعا يحدث بس في حاله انتشار الفيروس بصوره وبائيه في المزارع، لكن حتى الان ده غير موجود. ما انا مش عايزه اسميه وباء يا دكتور، انا لسه مش عايزه اسميه وباء. ما لا اطلاقا ما فيش على الاطلاق حتى الان، يعني انا بقول لحضرتك المشاكل كانت في الطيور البريه النافقه وتم تتبعها وحصل فعلا سحب عينات من التربيه المنزليه وايضا تم السيطره عليها. احنا جاهزين يا استاذه مها وفريقنا فرقه التقصي الموجوده في جميع مديريات الطب البيطري الحقيقه نشطه في النقاط الموجوده او اللي هي خاصه بخط سير الطيور المهاجره. احنا للاسف احنا طبعا لسنا في بيئه منعزله، احنا معرضين لاي امراض فيروسيه تاتينا من اوروبا او من الدول المجاوره عن طريق الطيور المهاجره، لكن انا من خلال برنامج حضرتك انا بنصح ست البيت انه اثناء عمليه الذبح اولا في التربيه المنزليه في حاله ظهور اي اعراض غير طبيعيه على الطيور بتاعتها تتوجه فورا للوحده البيطريه وتبلغ مديريه الطب البيطري عشان نتحرك سريعا. دي حاجه. الحاجه الثانيه في حاله نفوق اي عدد من الطيور ايضا تبلغنا علشان في اجراءات معينه احنا بنتخذها لدفن هذه الطيور حتى لا ينتشر المرض. تمام. الحاجه الثالثه انا برضو من خلال برنامج حضرتك يا ريت ست البيت احنا يعني تلتزم بالارشادات اللي احنا بنقولها ليهم والمتعلقه بعمليه الذبح. احنا عاوزين نتخلص من الذبح اللي احنا دايما بيتم مع اهالينا في الريف، نبص نلاقي ست البيت تذبح يعني الطيور وتسيبها ترفرف كده في الهواء الطلق، دي وسيله لانتشار الفيروس وحضرتك عارفه الفيروس ممكن ينتقل لمسافات كبيره جدا عن طريق الهواء الجوي. تمام. لكن احنا بنقول لست البيت اذبحي الفرخه بتاعتك وحطيها في اناء واقفلي هذا الاناء واغلقيه غلق محكم لغايه اما فعلا يتم التخلص من الدماء الموجوده في هذا الطائر، بالاضافه انه يبقى فرد واحد بس هو اللي يدخل على التربيه المنزليه يعني. تمام. ويبقى في ملابس معينه بتلبسها ست البيت وهي داخله على العشه بتاعتها، وما فيش مانع ان الاشارب اللي هي لابساه تحطه على زي كمامة كده على الفم وعلى الأنف، دي كلها احتياطات احنا عاوزين أهالينا يلتزموا بيها. بالظبط. عموما احنا هنتابع مع حضراتكم طبعا يعني تداعيات هذا الموضوع لأنه برضو يعني حاجة إلى حد ما مقلقة، وبشكر حضرتك على التوضيح دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. تعالوا نروح بقى الخبر طريف مؤسف يعني شوية بس يعني الحمد لله انتهى نهاية سعيدة. شباب اسكندراني بينقذ سلاحف محرم صيدها من الذبح في سوق العصفرة. كارثة الحقيقة، كان في كارثة بيئية كانت موجودة في سوق المعهد الديني بالعصفرة بالاسكندرية بوجود خمس سلاحف من نوع جرين ولوجر هيد، دول أنواع نادرة جدا ومش للأكل. الانواع دي محرم صيدها لان ليها وظيفه في المياه مهمه جدا ان هي بتصطاد اناديل البحر. بس طبعا كان في شويه كلام كده مثار ان الانواع دي من السلاحف بيتم استخدام دمها في ادويه التخسيس ولا مش عارف في حاجات يعني حاجات ليها علاقه بالتخسيس والرشاقه والكلام ده. بس الحقيقه كان في مجموعه من شباب اسكندريه واعيين جدا عرفوا انواع السلاحف اللي هي الجرين واللاجر هيد دي وجمعوا بعض رغم ان ده مش دورهم خالص لان طبعا ما كانوش لاحقين ان هم يبلغوا الناس، كانت شكلها مش هتبيع السلاحف او هتعمل فيها حاجه يعني، واشتروهم واطلقوا سراحهم في البحر من شاطئ كليوباترا من المنتزه. كان في سلحفتين كمان بقى بس للاسف ايه ما لحقوهمش يعني. طيب تعالوا بقى نعرف معانا استاذ سيد فوزي احد منقذي السلاحف بالاسكندريه. استاذ سيد صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ سيد. انتوا اكتشفتوا الموضوع ده ازاي؟
والله هو انا كنت ماشي في السوق اتفاجئت بالمنظر قدامي ان في 7 سلاحف مقلوبين على ظهرهم ومعروضين للبيع في السوق. غير كده كان في مجموعة كبيرة او كمية مهولة من سمك القرش الصغير. وهم يا فندم يعني معلش انا عارفه ان هي مش يعني مش دورك، بس يا فندم ان هم وصلوا لغايه السوق ده معناه ان هم الناس سابتهم تصطاد، يعني اتسابوا في مرحله الصيد، ده الناس دخلت وراحت اصطادت وخدت كميات وديتها السوق، كل ده مفيش اي رقابه. ده اللي خلاني ان انا انزل بوست بالصور، صورت المناظر دي ونزلت بوست بالصور على النت وحاولت اخاطب الجهات المسؤوله ان هم يقوموا بدورهم يعني. ف يعني محدش رد، سمع ومحدش رد عليا غير اتصلت بيا الاستاذه مي من ناشطه يعني في مجال حمايه البيئه وحمايه السلاحف البريه. حبينا ان احنا نعمل الموضوع ده نلحق السلاحف قبل ما تموت، لان احنا تاني يوم عبال ما وصلنا لهم لقينا 2 اتذبحوا فعلا وبيتباعوا خلاص لحم في السوق يعني. انتوا اشتريتوهم بكام يا استاذ سيد؟ والله احنا بعد مفاوضات كتيره بعد مع البياع يعني خدنا الكبيره ب 800 والمتوسطه ب 400 والصغيره ب 250. ما شاء الله. ده كان وهو كان عارضهم بكام بقى للبيع؟ هو كان عارضهم بالاسعار دي وما رضيش ينزل اي حاجه في الاسعار للاسف. هو اصلا يعني دي الاسعار نفسها ما كنتوش انتوا نزلتوا في السعر يعني؟ لا لا خالص. فاحنا يعني زي ما بنقول ايه يعني اشتركنا كلنا مع بعض احنا ومجموعه. وهو مين اللي قال لكم ان هم بيستخدموا دمها في حكايه التخسيس ده؟ والله هي عادات قديمه ويعني حاجات مش صح. لا مش صح طبعا. وحتى يا فندم لو ليها علاقه بالتخسيس يعني احنا سيبنا كل الادويه وكل الحقن وكل وسائل التخسيس وماسكين في السلاحف اللي بتصطاد اناديل البحر. البياع عشان يعرف يبيع بيقول ان هي بتخسس وبيقول انها منشط جنسي وبيقول عشان يعرف يبيع نصب يعني. هي النقطة مش في البياع أساسا، النقطة في اللي سابهم يصطادوا يا فندم، النقطة في الصياد والنقطة في الجهات الرقابية اللي موجودة في الميناء اللي طلعت منها السلاحف دي، ازاي تطلع قدامهم ويسيبوها تطلع. هي دي النقطة بالظبط. هي النقطة في الرقابة. أنا بعترف إن احنا الحل اللي احنا عملناه ده مش الحل الصح، إن احنا نشتريهم، لكن لا بس انتوا لا خليني اقول لك حاجه، يعني انتوا اتصرفتوا، لا انا شايفه ان انتوا اتصرفتوا صح، لان طالما ما فيش رقابه يبقى في وعي مجتمعي وفي وعي منكم كشباب، دي حاجه طبعا بحييكوا عليها. وانا الحقيقه بشكرك ان انت وزمايلك او انت واصدقائك اتصرفتم هذا التصرف المتحضر، لا انا طبعا اعتبره تصرف متحضر جدا. هو الاستاذ سيد فوزي شكرا، ولكن برضو تاني هي المشكله مش في البياع، المشكله في عدم الرقابه اللي ساب الناس دي توصل لغايه البحر وتصطاد هذه الكميات ومفيش اي رقابه، ان هم يعني الناس اللي معديه رايحه جايه قدام السوق ده مش شايفه حاجه غريبه بتحصل يعني، محدش قال لهم ان في مشكله. وبعدين الاستاذ سيد بيقول بلغ ومحدش رد عليه، يعني حضراتكم مش شايفين ان دي حاجه مهمه خالص علشان يعني تستجيبوا لهذا البلاغ؟ حاجة حقيقة يعني غريبة جدا. طيب احنا قبل ما نروح لفقرتنا الأولى، طبعا امبارح رحل شاعرنا الكبير الأستاذ سيد حجاب عن عمري يناهز 77 سنة بعد صراع مع المرض. سيد حجاب شاعر عامية مصري اشتهر بكتابة العديد من القصائد العامية أثرت جدا في المجتمع المصري، واشتهر بقى كمان وده اللي كان بيميزه بتترات مسلسلات كانت تعتبر من تاريخ الدراما المصرية، المال والبنون وأرابيسك وليالي الحلمية والوسية والحقيقة والسراب وغيرها من المسلسلات اللي استمتعنا بيها واستمتعنا بكلمات تترتها. ربنا يرحمه شاعرنا الكبير شاعر العامية المصري العظيم أستاذ سيد حجاب، ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وحبايبه يا رب. Thank you.
بعد رحلة علاج طويلة بفرنسا ثم العودة إلى أرض الوطن، رحل بالأمس الشاعر الكبير سيد حجاب عن عمر يناهز 77 بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري. ولد أحد أبرز شعراء العامية المصرية بمدينة المطرية محافظة الدقهلية في 23 من سبتمبر عام 1940. تأثير المحيط به من الأسرة والموقع الجغرافي كان له نصيب الأسد في أشعاره، حيث كان والده يشركه في جلسات مصطبة شعرية في حين كانت أولى كتاباته ديوان صياد وجنية، نظرا لموقع مدينته المطلة على بحيرة المنزلة. شاءت الأقدار أن يلتقي بالخال عبد الرحمن الأبنودي والقامة صلاح جاهين الذي تنبأ له بأن يكون أحد أبرز شعراء العامية في مصر والوطن العربي بوجه عام. حددت موقفي منذ التقيت صلاح جاهين. أنا لما التقيت صلاح جاهين كنت أكتب الفصحى والعامية. كما قام بتقديمه كشاعر عبر مجلة صباح الخير إلى أن زين مسيرته بالعمل مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي. أعماله نالت استحسان كبار الشعراء والفنانين مع مولد أول ديوان له منتصف الستينيات. الفجر أدن يا أبويا قوم بطراحة، سيبك من النوم ومن الأحلام ومن الراحة، قوم للشجا يابا مين بياكلها بالراحة، ولا كلمة يابا ما بتردش على ولدك، ليه يابا ليه الدموع نخلتها طراحة. منحنى شعبي من الطراز الأول ما أن توجه إلى كتابة الأغاني، حيث أن أشهر تترات المسلسلات كانت من تأليف الشاعر الراحل، من أهمها أرابيسك، ليالي الحلمية، الأيام، الحقيقة والسراب، أميرة في عبدين، المال والبنون. قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي بضره يخسر مصيره، قالوا الشيطان قادر ولوك قلب صورة، قلنا ما يقدر على الخير. تعاون مع مطربين كبار في أعمال غنائية مثل آه يا بلاد يا غريبة مع محمد منير، وتجيش نعيش مع علي الحجار، بالإضافة إلى سميرة سعيد وعفاف راضي، كما لحن له بليغ حمدي بعضا من أعماله. في إحدى اللقاءات مع الإعلامي مفيد فوزي على شاشة قناة دريم، أثنى على الوعي الوطني مما أوحى له بكتابة رائعته في رثاء الطفل الشهيد نبيل منصور ابن محافظة بورسعيد الباسلة. من أهم قصائده سلو قلبي، دقات القدر، حارة عتيقة قبل الطوفان. جاي الطوفان والجاي بعده مهول، هيقول ويعمل حاجة فوق القول، وقوالته فعل وكلكم مفعول به، مش لأجله بس مش حاسين. عندما كان حاضرا كانت أعماله حاضرة، مما يؤكد على أن رحيله عنا بالأمس لن يؤثر على هذا الإرث في القريب أو حتى على المدى البعيد. مرة أخرى مشاهدينا، معاد فقرتنا الرئيسية الأولى في هذه الحلقة. زي ما قلنا كده في البداية، هنتكلم عن موضوع يخصنا كلنا، يخص كل الأسر المصرية. هنتكلم عن دور الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبتقدم إيه للأسرة وبتقدم إيه للأطفال، ودي حاجة مهمة جدا، وبتتعاون أيضا مع مين؟ جهات سواء حكومية أو غير حكومية. خلونا ندخل في الموضوع على طول، ونرحب بضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، دكتورة عزة عبدون، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذة المشاهدين. أهلا بسهل. طيب دكتورة عزة، إحنا دلوقتي عندنا الحقيقة مواضيع كتير جدا نتكلم فيها، وخلينا نتكلم الأول بموضوع الأم المثالية.
مفروض يا فندم ان في متقدمات كتير لموضوع الام المثاليه والفوز بلقب الام المثاليه اللي بنعتبره الحقيقه من ارقى الالقاب، ولو ان كل واحد فينا بيعتبر ام مثاليه يعني. طبعا. طيب بتختاروا الام المثاليه وفقا لايه؟ الحقيقه احتفاليه الام المثاليه الوزاره بتقوم بيها من السبعينيات، لها باع وتاريخ طويل في الوزارة. طبعا. بنختارها بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية الجمهورية كلها 27 محافظة. بيبقى في شروط معينة للاختيار والترشح. الأمهات في كل محافظة بيتقدموا للمديرية ويترشحوا ويقدموا طبعا الأوراق بتاعتهم وفقا للشروط اللي احنا بنتفق عليها معاهم. كمان السنة دي زودنا حرصا مننا على توسيع قاعدة المشاركة، ان يتم التسجيل اونلاين من على الموقع الخاص بكل مديرية. هي المحافظات كلها شاركت، هو طبعا غلق باب التقديم في 21 اللي فات، مش كده؟ يوم 21 اللي فات، من كام يوم يعني. المحافظات كلها شاركت، سيدات وامهات من كل المحافظات. بالظبط. تمام. طيب الاختيار بقى وفقا لايه؟ يعني بتشوفوا بقى بحث الحاله بيبقى عامل ازاي يعني؟ هو بيبقى فيه شروط طبعا لازم تستوفى علشان الام تدخل في دايره السباق دي. لازم يكون السن ما يقلش عن 45 سنه، تكون بتجيد القراءه والكتابه، عدد اولادها ما يقلش عن 45، ما يقلش، يزيد لكن ما يقلش عن 45 سنه، اولادها يكونوا ثلاثه ماكسيموم، يعني عندها ثلاث اولاد، اتعلموا تعليم جامعي، تعليم عالي، بتجيد القراءه والكتابه. بنرجح بقى في الاختيار الام اللي عندها اتعلمت وحصلت على شهاده اثناء تربيتها لاولادها، دي بتكون مفضله ومن المرجحات. الام اللي عندها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصه وحاصل على كمان يعني تكريم معين او بطوله معينه او شهاده علميه معينه، دي بتبقى من عملت المرجحات. انجاز مع الطفل عملت يعني. انجاز. الام العامله من المرجحات برضو، اللي هي يعني الام المعيله والام العامله والام المكافحه. حقيقة كل امهات مصر مكافحات. كل امهات مصر مكافحات يعني. بالظبط بالظبط. دي شروط. طيب عايزين برضو يا فندم نعرف من حضرتك يعني المتقدمات، في ناس كتير بتبقى ما تعرفش ان هي لازم تتقدم لده، هل السيده بنفسها بتروح تتقدم ولا الناس يعني اهلها مثلا او ذويها بيروحوا يقولوا لا ده احنا عايزين نرشح فلانه، نرشح كذا، نرشح والدتنا او نرشح يعني، هل يعني، لان ما بيبقاش فيه برضو علم بالموضوع خصوصا في محافظات الصعيد والكلام ده، ازاي بتوصلوا لهم بقى؟ احنا بالتحديد السنة دي وسعنا قاعدة الإعلام عن المسابقة في التلفزيون، في موقع الوزارة، في كان في يعني إعلام كبير عن المسابقة في الصحف، في الجرايد، في نشرات الأخبار، كان في إعلان كبير عن المسابقة. ده بالإضافة لأن كل مديرية بيبقى عندها وسائل الدعاية بتاعتها، لأن المحليات كمان بتشارك معانا في لجان الإشراف والمتابعة والتقييم للأمهات المرشحات. تمام. فقاعدة الإعلام عن الأم المثالية السنة دي كانت واسعة جدا، وكل المحافظات عرفت بيها بشكل كبير يعني. طيب أستأذن حضرتك بس، معانا تليفون فاروق من القاهرة. ألو. ألو. أي فندم. أنا عندنا البوسطة بتاعة الصلب الجديدة كانوا بيعملوا فيها بقالها سنة بيعملوا فيها، ولغاية وقتنا هذا ما فتحتش، وإحنا فوق عن 10,000 واحد بيعتوهم عشان أكثر واحد 77 و78 و79. تمام يا فندم. طيب أستاذ فاروق. يا فندم. أنا مش عارفة أسمعك، طيب وطي التلفزيون من فضلك. بص مدينة الصلب الجديدة في صوت. طيب معلش يا استاذ فاروق. طيب نحاول يا جماعه نتواصل مره تانية بس مع الاستاذ فاروق عشان ما عرفتش اسمعه كويس، بس كان في حاجه في التليفون. طيب دكتوره عزه، كان في برضو خدنا وصلنا بقى لمرحله خلاص الام حصلت على اللقب، احنا بنقدم لها ايه بقى كوزاره التضامن؟ بيبقى في نوعين من التكريم. النوع الاول على مستوى المحليات، يعني كل مديريه في كل محافظه بتكرم الامهات المرشحات عندها وفي احتفاليه وبتتقدم لها جوائز ماديه وعينيه. بعد كده بتحصل تصفيه على مستوى الجمهوريه، بنختار الاولى من كل ال 27 ام.
وبتيجي في بيحصل لها تكريم على مستوى الدوله بقى على مستوى الجمهوريه. بيبقوا احنا عندنا السنه دي او كل سنه بيبقوا 32 ام بيكرموا، 27 ام الاولى على مستوى الجمهوريه، زائد ام شهيد للقوات المسلحه. جميل. ام شهيد من الشرطه، ام من المجلس القومي للاعاقه، ام من ام بديله يعني كفل الطفل مع اولادها ووصل بيه لمراحل متقدمه، ام معيله من الضمان. دول كلهم كده ان توتال 32 ام بيتم تكريمهم في احتفاليه كبيره جدا بتبقى في الاوبرا. هل بنبقى يعني بنراعيهم بعد كده فندم على مدار العام بقى، ولا هي بس الحفله وتقال؟ طبعا هي حاجه تتمناها كل ام بتبقى طبعا، بتبقى جايزه قيمه ماديا وشهاده تقدير بتتقدم. وطبعا هما بالنسبه لنا يعني نماذج مشرفه، دايما بنكون فخورين على اننا نبرزهم في اي مناسبه او في اي مجال للحديث عنهم، بيبقوا هما مستمرين معانا في تميزهم. طيب يعني في على فكره نماذج كتيره قد تكون غير معلومه ايضا زي ما قلت لكم، بس احنا يعني طبعا يعني وزاره التضامن مشكوره ان هي بتهتم باحتفال الام المثاليه طبعا، والاداره العامه للاسره والطفوله مشكوره ان هي بتشرف على ده. بس طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم وكل واحد فيكم عنده قصه، سواء لوالدته او لزوجته او تعرفي حد، او ساعات بتبقى زوجه اب كمان بتبقى ام مثاليه. يعني بنشوف بالزبط. طبعا في مصر حاجات نماذج رائعه، يعني كل سيدات مصر يستحقوا التكريم في وجهه نظري. يعني وانا متفقه معاكي في الراي، كل سيدات مصر بالتحديد مصر محتاجين يتكرموا وهم امهات مثاليات. صحيح طبعا طبعا، كل امهاتنا امهات مثاليات، وكل سيداتنا ان شاء الله حتى لسه هيكونوا امهات مثاليات. طيب دي كانت بس يعني بقول لكم على قصه او موضوع الام المثاليه اللي بتشرف عليها وزاره التضامن وكمان الاداره العامه للاسره والطفوله بوزاره التضامن. طيب قبل ما ننتقل بس الموضوع تاني، معانا ايمان من الغربيه. الو، لو سمحتي، انا مطلقه وعندي طفلين وانا معايا بكالوريوس تعليم صناعه تخصص تكنولوجيا الالكترونيات. بكالوريوس. وحاولت ياما ندور على شغل يعني مش لاقي اي فرصه شغل. انا عايزه اي بس وظيفه يعني نصرف بها على عيالي. يعني عندك طفلين؟ عندي طفلين وانا مطلقه. تمام يا فندم، وحضرتك من الغربيه صح؟ انا من كفر الزيات، مركز كفر الزيات. تمام. طيب هل نقدر نقدم لها اي مساعده؟ انا معايا بكالوريوس تعليم صناعي. بكالوريوس يا فندم تعليم صناعي تكنولوجيا الالكترونيات، يعني ممكن نشتغل مدرسه كمبيوتر في اي مدرسه. تمام. او نقدر نساعدها او مثلا في مدرسه صنايع عشان او صنايع. مفيش مشكله، هي طبعا يعني تخصصها مش طيب مش مطلوبه. انا التخصصات اللي عندي تمام كدا. بس احنا يعني هي عايزه تشتغل اي حاجه، هي عايزه وظيفه. بتقول لك هي بس تقدر تشتغل ايه؟ بس هي هحاول عايزه هحاول اسال. تديني رقم تليفونها. طيب ايمان، مدام ايمان، وانا هعمل كل جهدي. طب ممكن لو سمحتي ما تقفليش، بس هياخدوا رقمك زمايلي في الكنترول علشان اخدوا الرقم. تمام، شكرا يا ايمان. وبرده على فكره انا ده بقى يعني يمكن ايمان فتحت لي الموضوع اللي انا كنت عايزه اسال حضرتك فيه. احنا عندنا سيدات كتير في حاله ايمان، وحالات يمكن اسوأ من كده بكتير. ما عندهاش اي ذنب يا فندم، غير ان هي يا مطلقه يا ارمله لحاجات كده ملهاش هي ذنب فيها خالص، ظرف اجتماعي حصل معاها وعندها اطفال. انا عايزه اعرف بقى احنا كاداره عامه للاسره والطفوله انتوا دوركم ايه في الحالات دي؟ بتعملوا ايه؟ لا، هو الاداره العامه للاسره والطفوله مش بتتعامل مع ملف التوظيف. مش التوظيف يا فندم، أو الخدمات. الخدمات الوظيف، هم محتاجين خدمات ولا وظايف؟ هم لو محتاجين خدمات انا طبعا من خلال اولادهم يقدروا يقدموا في الحضانات، في يقدروا ياخدوا تقدموا لهم قصدي تسهيلات. يعني تسهيلات في الحضانات. زي ايه بقى التسهيلات؟ عندنا حضانات باسعار رمزيه جدا، يعني الاشتراك الشهري بتاع الحضانه مش بيتعدى ال 50 او ال 100 جنيه. فده مناسب جدا للاسر اللي هي يعني ما تقدرش تودي حضانه، مصاريفها الشهريه كبيره. إيه او تكاليف ايجار. ايه كمان؟ رعايه صحيه عامله ازاي؟ الرعايه الصحيه للمراه بقى كمراه كام. انا عندي اداره ثانيه اسمها الاداره العامه لشؤون المراه، متخصصه في التعامل مع الامهات او مع المراه بشكل متخصص. بتقدم لها كل الخدمات اللازمه، سواء كان بتساعدها على انها يبقى في مشروعات صغيره، بتعمل مشروعات اسر منتجه، بيبقى عندها في البيت من بيتها تقدر تدير مشروع او تحصل على مشروع صغير
تتقدم يقدموا لها الدعم الكامل فيه. انا بقى بالنسبه لي لو في مشكله عندي مكاتب توجيه واستشارات اسريه يقدروا يجوا نحاول نحل الخلافات لو ده يعني بتحلوا نزاعات وخلافات اسريه يعني بالظبط. وده حمايه للاسره وللطفل لان مجانا يعني ولا باجور؟ مجانا. كل الخدمات دي مجانا متوفره. السيدات بيتوجهوا لكم ازاي بقى يعني؟ في ناس بتبقى عارفه في ناس ما تعرفش، بيروحوا لكم ازاي يعني؟ في كل محافظه وكل مديريه فيها مكاتب للاستشارات والتوجيه الاسري بتبقى معروفه في الادارات الاجتماعيه. هم يتوجهوا للاداره الاجتماعيه التابعه لمنطقه سكنهم او المديريه التابعه لمنطقه المدينه اللي هم ساكنين فيها. في كل مدينه مديريه للتضامن الاجتماعي وكمان اداره على المستوى الاقل في المحليات. فهم بيتوجهوا للاداره دي ويسالوا عن اقرب مكتب استشارات وتوجيه اسري. تمام. بيطلبوا عنوان وبيروحوا له، بيستقبلهم، بيسمع القضيه وبيشوف المشكله. فيهم اخصائيين لو محتاجين اي بقى يعني حاجه قانونيه، محامي، كل ده مجانا مش كده؟ لا، لو محتاجين استشارات قانونيه بيوفروا لهم الاستشارات القانونيه. لو محتاجين جلسات معينه عشان يعرفوا يتعاملوا بطريقه معينه مع اطفالهم او في حياتهم بشكل عام بيتوفر لهم ده. طيب. لكن مش بيوفروا لهم محامي مجانا، لا مش كده. مفيش محامي مجانا. بيوفروا لهم خدمات نصح وارشاد وتوجيه ودعم المعلوماتي. تمام. ولكن مش الدعم المادي. طيب معانا ام احمد من الدقهليه. حاولي تكلمينا تاني لو سمحتي. طيب دكتوره عزه، ننتقل بقى لموضوع الحضانات، وخلينا نقول ان الحضانه هي يعني لازم نوليها اهتمام اكتر. الناس ما يعني خلينا بقى بصراحه يعني ما فيش فتره اللي فاتت اهتمام قوي بالحضانه. الحضانه بقى يعني كشكل، كمبنى وكمضمون، دول النقطتين اللي انا عايزه اتناقش مع حضرتك فيها. اولا كشكل، في حضانات كتير موجوده في مصر مش يعني مش مجهزه ان هي تستقبل اطفال، يعني بتبقى بيت، فيلا، شقه، حاجه برده مش مناسبه لاستقبال الاطفال خصوصا في السن ده. المضمون بقى يا فندم ان الحاجه او الماده او الخدمه اللي بتقدم للطفل في هذه المرحله العمريه اللي هي مرحله ما قبل المدرسه بتبقى برده غير ملائمه. مش بتكلم في كله، بس بتكلم في حضانات كتير. السن ده بيبقى محتاج رعايه خاصه جدا. بيبقى اول احتكاك خروج الطفل من البيت، من يعني من المجتمع اللي هو الام، الاب، الاخوات، الخاله العامه، صغير للمجتمع الكبير، بيبتدي يخرج لمجتمع تاني. وعلى فكره ويمكن ناس كتير تتفق معايا وحاجه زي دي اول او الانطباع الاول اللي بيبني شخصيه او بيأثر في شخصيه الطفل. مفيش حد مش فاكر اول يوم حضانه ليه. بالظبط اكيد كلنا فاكرين. ممكن تنسي الجامعه، ممكن تنسي المدرسه، بس وقعه الحضانه دي مفيش حد بينساها. طيب انا عايزاكي بس الاول تقولي كده رايك ايه في اللي انا قلته. رايك ايه ان الحضانات مش يعني في منها كتير مش مؤهله؟ طبعا انا متفقه معاكي ان الحضانات في منها مش مؤهله كتير. لكن اسمحي لي بس هختلف معاكي في حته صغيره جدا، ان احنا الحضانات عندنا ملف مهم جدا جدا جدا. معالي الوزيره بشكل مباشر بتشرف عليه بمنتهى الدقه. الا ان الملف ضخم بشكل غير طبيعي. احنا عندنا 14,000 حضانه على مستوى الجمهوريه. عندنا مليون طفل في الحضانات كلها على مستوى الجمهوريه. ودي الحضانات المرخصه اللي احنا عارفينها. 14,000 دول مرخصين. دي برضو ومليون طفل في سن الحضانه. مليون طفل في سن الحضانه. طيب فالرقم ده والعدد ده هو اللي ايه اللي بالنسبه لنا اندر كنترول، اللي احنا بنشرف عليه. انما في ارقام تانية مضاعفه، اكاد اجزم بانها يعني اكتر بكتير. اكبر بكتير طبعا. احنا مش هم مش بس تحت ادارتنا. طيب هرجع لحضرتك برضو في النقطه دي، بس ناخد تليفون معانا وسام البحيره. أسامة من البحيرة. أيوة يا فندم. أيوة. أي فندم. اتفضل يا فندم. يا فندم احنا انا مستأجر مخبز بلدي من الروفدان مركز شبرخيل. مستأجر ايه يا فندم؟ مستأجر مأجر مخبز بلدي من مركز شبرخيل. ولكن احنا الراجل اللي احنا ماخدين منه المخبز ده راجل ليه عمه، راجل معاه فلوس مادية وحالته المادية متيسرة جدا يعني. طيب حضرتك؟ المشكلة ايه؟ فالمهم قال ان المخبز ده بتاعي ومش بتاعي، فالمهم ما عرفش ياخد حق ولا باطل معاه. فالمهم قام بالجهات المسؤوله كلها بالرشاوي والناس المسؤولين وقفلوا المخبز، سبتوا لجنه وجوهم قفلوا المخبز. تمام. ولكن احنا بنجري حاليا للمحافظه وكل حاجه مسدوده في وشنا، مش عارفين كل ما نخشوا حاجه
نلاقوا كل حاجه واقفه في وشنا. فحضرتك احنا مش عارفين نوصل لمحافظه البحيره ولا اي حد مسؤول. طب انت حضرتك دلوقتي انا عارفه استاذ اسامه حضرتك عايز توصل انت بتتكلم في موضوع يمكن كنا بنتكلم فيه امبارح موضوع فندم. حاضر. اسره كامله اكل عيش انقطع حضرتك. طيب حضرتك عايز توصل للمحافظ يعني حضرتك نفسي ان انت تكلمي حتى المحافظ شوف ايه موضوع المخبز. طيب. بتاع قريه الربدان شبرخيت. طيب طب لو سمحتوا بس ناخد رقم استاذ اسامه ونتصل بمحافظ البحيره عشان نعرف الموضوع ده وناخد منه العنوان بالتفصيل لو سمحتوا. تمام ناخد محمد من الاسماعيليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا فندم. هو ما فيش اب مثالي؟ لا في طبعا ازاي ما فيش اب مثالي. طب انا اب مثالي. انا زوجتي متوفيه من 16 سنه وما اتجوزتش وربيت اربع عيال ثلاث بنات وولد. اتجوزت منهم الولد وبنتين ولسه معايا بنت. وانا راجل على المعاش. ما شاء الله. يعني انا بقالي حضرتك عايز تقترح ان الوزاره بقى تعمل كمان مسابقه للاب المثالي صح؟ هي حقيقتها كده يعني برضو ندخل في الام المثاليه والاب المثالي. صحيح صحيح انا يعني موافقك على فكره اللي. جدا مش كده برضو ولا ايه؟ موافقك. في اب طبعا. مثالي في ام مثاليه طبعا طبعا. وبعدين انا علمتهم يعني معايا الثلاث بنات كلهم ليسانس اداب وكليه تربيه والثالثه دبلوم وابني دبلوم. ما شاء الله. يعني ربيتهم وبقالي 16 سنه ما اتجوزتش ربيت عيالي وجوزتهم وكده. لازم يكون في اب مثالي برضو مش كده ولا ايه؟ كده يعني ربنا يديلك الصحه اولا يعني انا بحييك اب مثالي طبعا كلنا بنحييه وانا اوعدك اوعدك ان ده هيكون ان شاء الله مقترح لازم يقدم في الحسبان طبعا اوعدك ان شاء الله. طب بالمره بقى عشان كمان موضوع عيد الام اللي بيبقى في شهر 3 لازم نعمل عيد للاب كمان. هنعمل يعني ان شاء الله كل طبعا هيبقى في اب مثالي نعمل عيد للاب وعيد الام. انا بحييك يا استاذ محمد ربنا يعني يديلك الصحه ويبارك لك في اولادك وتحياتنا لحضرتك. طبعا انت اب مثالي وفي اباء كتير جدا جدا بنعتبرهم اباء مثاليين وده اللي بنشوفه كمان يمكن في ناس كتير بنشوفها كده ومن غير ما نعرف ابائهم بندعي لهم من كتر ما احنا شايفين ناس قدامنا محترمه ومتربيه ويعني وبتحب نفسها وبتحب عملها وبتحب بلدها. فطبعا تحياتنا لازم طبعا يكون في اب مثالي. أكيد طب أكيد. حضرتك بقى يا ريت يعني تقبلي المقترح ده مننا. انا قبلاه طبعا هو اب مثالي من غير كلام حاج محمد والسنه الجايه ان شاء الله اوعده ان احنا ندرس ده ونحاول نطرحه ويبقى نازل في المسابقه ام مثاليه واب مثالي ان شاء الله. يا ريت ان شاء الله. طيب نرجع تاني بقى لقصه الحضانات. حضرتك بتقولي في 14000 تحت اشرافكم فيهم مليون طفل. بالظبط. هم ال 14000 فيهم مليون طفل؟ طبعا متوزعين على متوزعين يعني الحضانات ده غير بقى ان الحضانات الثانيه اللي مش تحت اللي غير مرخصه او الغير مرخصه. يعني ايه بقى غير مرخصه؟ يعني اجرنا يعني شقه وعندنا شقه فاضيه عملناها حضانه. بالظبط. حد كده قرر ان هو الصبح كده يصحى يعمل حضانه مع كده من نفسه وقام فاتح الحضانه وبقى يستقبل الاطفال وبدا تبقى يعني دي حضانه. طب انا هقول لحضرتك على حاجه الكلام ده ما ينفعش خالص. طبعًا. ليه بقى؟ لان طبعًا. انا دلوقتي يا فندم بيبقى حضرتك بتقولي ده غير مرخصه ما هي طبعا ما حدش هيطلب منه ترخيص. ليه؟ لان هي بتبقى بيتها. يعني انا شفت على فكره وقائع زي ايه؟ بيبقى هم بيستقبلوا الاطفال بتبقى ست ربه منزل بتستقبل الاطفال بتوع ولاد الجيران وولاد المنطقه اللي هي ساكنه فيها ومش عارف ايه وتجيب شويه اكل وشويه عصاير وشويه مش عارف ايه وحاجات من كده. لما حد بيجي يسالها بتقول له لا دول ولاد اصحابي ولاد الجيران قاعدين عندي وهي بتاخد منهم مقابل. ده يا فندم ما ينفعش خالص. اكيد وده شيء مخالف وده اي حد شايفه يبلغ عنه. ده شيء مخالف. هيبلغ عنه ايه؟ ما هيقول لك جاي لها ضيوف. يعني احنا عندنا المشروع ده وهي لو حبت فعلا تبقى تعمل مشروع في البيت. انا لو عندي حبت تعمل مشروع في البيت تعمل ايه بقى؟ هو ده بقى انا عندي المشروع ده بالفعل والمسمى ده موجود عندي اسمه الاسر المضيفه. الاسر المضيفه ده ان الام بيبقى عندها مكان اوضه او مكان مساحه كده في شقتها بتستضيف فيه من 5 لـ 8 اطفال سنهم وبنرخص لها هذا المكان السن اللي هي يعني السن اللي يعجبها يعني او السن اللي تقدر عليه. ازاي بس ان المكان ده يعني مناسب للاطفال في السن ده؟ هقول لحضرتك هي من المفضل
من المفضل ان يكون سن الولاد اللي هي تستضيفهم مقارب لسن ولادها لو هي عندها اطفال صغيرين، لو ما يبقى في نفس السن. لو ما عندهاش هي نفسها تقدر ترعى سن قد ايه، امكانياتها ترعى اللي هترعى فيها الاولاد، امكانياتها وقدراتها الذهنيه والعقليه والعضليه والجسميه وكله، انها ترعى مجموعه اطفال في سن معين، ده بيخضع لاختبارات عندنا. تمام. ولازم هي نفسها تاخد تدريب معين على انها تستقبل اطفال. هي المساله لازم بتمشي بشكل مقنن. هي بتقدم الطلب انها عايزه ترخص اسره مضيفه او بيت مضيف، بنشوف المساحه اللي عندها، بنعمل معاينه، بنمدها كمان بتجهيزات معينه، بنقول لها المفروض يبقى عندك كذا وكذا وكذا في الاوضه دي او في المكان ده. بتاخد موافقه من الامهات والبيرنتس اللي بيدولها الاطفال لو هم حتى عايزين يسافروا. ده احيانا كمان بيطلبوا انهم يسافروا ويسيبوا الولاد عندها. بيبقى في اتفاق ما بينهم مكتوب. المساله ليها مجموعه شروط وليها خطوات. انا ما عنديش اي مشكله، الفكره فعلا عندنا المشروع، هي الفكره موجوده، عشان بس الناس تقول ده انا بستفيد ماديا وانا بحاول اشتغل وانا في البيت. لا، انت ممكن تعملي ده بس بشكل تحت اشراف، تحت اشراف، مش تستقبلي عشان تكون عندك في البيت. لازم تكون مؤهله لده، لا قدر الله، لازم تكون مؤهله لده وتعرف ايه البرنامج اللي هتشتغل عليه مع الاطفال، وما يبقاش شيء مش مقنن. طيب معانا سماح من جنوب سيناء. ايوه اتفضلي يا فندم. ايوه معاك مدام سماح من جنوب سيناء، شغاله في الحضانه. طب ممكن لو سمحتي توطي التلفزيون؟ ماشي. بقول لحضرتك اتكلم عن الحضانات، ما احنا بناخد 250 جنيه. ما لسه ما دخلتش على موضوع الحضانات المرخصه. بتاخدي كام في ال 250 جنيه في الشهر؟ 250 جنيه في الشهر. تشتغلي كام يوم في الاسبوع؟ بتاعتنا ايه؟ بتشتغلي كام ساعة وكام يوم في الاسبوع؟ بشتغل طول الاسبوع، مفيش اجازة طبعا الا يوم الجمعة. وسبع سنين شغاله، يعني عندنا حتى المديره بقى لها 17 سنه و 18 سنه بتاخد ما كملش 400 جنيه. تمام. اي اسئله دكتور عزيز؟ طب ماشي، ما حضرتك تذكروا برضو الحته دي في البرنامج بتاع حضرتك. طيب خليكي معايا دي. انا محتاجه بس تسيبي رقم تليفونك واسمك استاذه سماح. سماح استاذه سماح. وتليفون عشان اعرف بيانات الحضانه اللي بتشتغلي فيها ايه، وتابعه الجمعيه ايه، وهل هي مسنده معينه مش معينه، في شويه تفاصيل حابه اعرفها. تمام. عن الحضانه اللي بتشتغلي. تابعه الجمعيه ايه يعني؟ تابعه لجمعيه الهلال الاحمر. الهلال الاحمر. الاحمر المصري. في جنوب سيناء. جنوب سيناء. جنوب سيناء. طيب سماح معلش هستأذنك بس تديني رقم تليفونك، معلش اتصلي بس تاني ومليهم رقم تليفونك عشان دكتوره عزه عايزه تفهم. انا هاجي طيب لنقطه مرتبات العاملين والعاملين اصلا في الحضانه، بس علشان نكمل بس موضوع الحضانه الاسره المضيفه. طيب دي بتبقى حضراتكم بقى بتمدوهم بحاجات زي ايه؟ يعني هي مثلا تقول لك انا مثلا هجيب عندي كل يوم خمس اولاد او ست اولاد بيجولي وبيمشوا وقت اهاليهم بيجوا ياخدوهم ايه وهم جايين من الشغل. تمام. اوكي. دول محتاجين ايه؟ عندهم مثلا لسه ما دخلوش المدرسه، نقول 3 سنين 4 سنين في السن ده، ايه بقى بتعملوا لهم ايه؟ بنديلها الدعم الفني اللازم كله، لانها تستضيف اطفال في العمر ده 3 سنين مثلا. اولا الشؤون الاجتماعيه والتضامن الاجتماعي مسؤول عن الاطفال من 0 ل 4 سنين. او من فترة شهور يعني لأربع سنين. لحد أربع سنين. من بعد أربع سنين بيبقى تابع للكي جي أو الحضانات التابعة للتربية والتعليم. طيب. فإحنا العمر اللي إحنا بنتعامل معاه من 0 لـ4. أكبر من كده ده بيبقى داخل في إيريا تانية. ما أنا بتكلم في المرحلة السنية. من 0 لـ2 ده في المهد، لسه بيبي بياخد لسه خدمات ما هياش محتاجة الفنيات في التعامل. فهي مجرد إنها بتجهز مكان مناسب بس. من الناحية الأمنية، يعني مكان كويس دافي أو في تهوية كويسة. هوا كويس، في شمس. في مكان يناموا عليه الأولاد بشكل كويس. اماكن لتخزين الـ 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 الاكل الاكل بتاعهم والشرب بتاعهم بشكل جيد. هو ده المطلوب منها. انما لو الاولاد من 2 لـ4 يعني خلاص بداوا يتحركوا، لازم يبقى المكان ده فيه نوع من الالعاب، نوع من طريقه يعني يقضوا الوقت بشكل جيد، يتعلموا حاجه بشكل غير مباشر. طريقه التعليم ازاي بنعلمها؟ عندنا في بروتوكول تعاون مع هيئه الجايكا اليابانيه، بيوفروا لنا حقائب تدريبيه معينه عن تعليم الاطفال من خلال اللعب، مهارات تعليم الاطفال من خلال. فاحنا بنمدها بكل النصائح والتوجيهات اللازمه اللي تخليها تطلع منتج صح. وهم قاعدين معاها يبقوا احنا ضامنين، والام ضامنه انهم قاعدين في امان،
ما بيحصل لهمش اي شيء خطأ، هو طبعًا. منتج سليم يعني. طيب ناخد يحيى معنا. يحيى الو، استاذ يحيى. الو. اي فندم اتفضل. صباح الخير. صباح النور يا فندم اتفضل. حضرتك معلش، انا راجل سني 65 سنه ومريض. اهلا بيك. عندي انزلاق غضروفي وعامل عمليه وما نفعتش وحاجات زي كده. جنب بيتي، البيت اللي جنبي على طول، في حضانه عباره عن شقه اوضتين فيها 30 40 عيل. المدرسات او المشرفات اللي موجودين مش مؤهلين، ولا العامله اللي موجوده مؤهله. شقه اوضتين فيها 40 عيل؟ اكتر من 40 عيل. دوشة من الساعة 7 الصبح للساعة 5 مساء. المشرفة اللي موجودة اللي عاملة مدرسة دي داخلة صراع مع العيال في الزعاء، هي تزعق وهم يزعقوا. يعني قافل البيت شيش وإزاز وبيبان وكله، والصوت برضه قلقني ما أعرفش أنام، أنا بنام بالمسكنات. طيب أستاذ يحيى، رحت الشؤون الاجتماعية أشتكي، يقولوا لي هات اسم صاحب البيت رباعي واسم مديرة الحضانة رباعي. يعني هدخل مديرة الحضانة اقول لها اديني اسمك رباعي؟ طيب حضرتك مكانك فين بالظبط يا فندم؟ في الفيوم في دار رماد. في الفيوم ايه؟ محافظة الفيوم، حي دار رماد. حي الاهرامات؟ دار رماد، دار الرماد. دار رماد، ايوه. تمام يا فندم. طيب هستأذن حضرتك معلش تدينا بس رقمك بالتفصيل والمكان بالتفصيل. طيب دي بقى النقطة اللي أنا بتكلم فيها. حضرتك شايفه هو راح اشتكى، يقول له هات لنا الاسم رباعي. انا طبعا انا متاكده ان الحضانه دي لا ليها لافته ولا ليها كلام ده ولا اي حاجه، هم متعارف عليه في الشارع، وزي ما حضرتك شايفه هو مصدر ازعاج. واضح ان المشرفات مش مؤهلين خالص، بيقول لك بتزعق دي معناه ان هي مش فاهمه هي بتعمل أكيد ايه. اكيد تمام. طبعا الحضانه 40 طفل موجودين في في اوضتين. الحضانه دي محافظه الفيوم بالتحديد نسبه الحضانات اللي مش مرخصه فيها عاليه قوي. انا نزلت قريه بنفسي الشهر اللي فات ورحت اشوف ازاي الحضانات في القرى بتدار. الحقيقه لقيت وفوجئت ان في حضانه واحده بس مرخصه، والاهالي رفضوا انهم يدلوني على الحضانات الغير مرخصه. كنت عايزه اعرف اروح فورا اخد اجراء. هقول لك ليه بقى رفضوا. لانه بيخبوا على العربيه بتاعتنا. اول ما دخلت القريه اتعرف على طول ان في حد غريب دخل القريه. ما انا هقول لحضرتك هم ليه تتوارد بيرفضوا حاجه زي دي. بدا نوع من التعتيم كامل على ان يدوني اي بيان عن حضانه غير نزلت بنفسي عشان اعمل ده عشان يكونوا عبره للي يعتبر. ولكن بعد كده احنا المديرية عندها تعليمات مشددة بحصر الحضانات اللي هم يقدروا يوصلوا لها اللي هي غير مرخصة، واتخاذ اجراء فوري بيبلغوا عنهم على طول النيابة. طب يا فندم هم ما بيردوش يقولوا، ما انا هقول لحضرتك في ده غرامة وحبس. في مشكلة طول. في مشكلة خاصة بموضوع الحضانة. هو اقول لك ايه، انا محتاج دلوقتي للحضانة سعرها بمنتهى الصراحة بيبقى معقول احسن من ايه، من الحضانات اللي بيبقى متعارف عنها عليها وبيبقى لسه الولد يعني ما دخلش حتى المدرسه، وتبتدي تدفع ايه بالالاف كل شهر علشان الحضانه، وهم بيبقى مرتبهم اصلا كام عشان يدفعوا حاجه زي كده. هما شايفين ده يعني، فبيقولوا لا طالما انا هدفع 200 جنيه ولا 100 جنيه في الشهر ومش لازم ايه ابلغ عن الحضانه، وهو مكان بسيب فيه ابني ولا بنتي لحد ايه ما ارجع من الشغل، كاني سايبه عند يعني سايباها عند واحده صاحبته. فهو النقطه دي بقى ايه بتاخدني لحاجه ثانيه، ان اسعار الحضانات اللي موجوده اللي مشهوره غاليه قوي كمان يا دكتور بصراحه. مش كلها في يعني الفيوم مثلا، في قريه زي دي، قريه زي قريه دار رماد دي اللي بلغنا عنها الاستاذ، اكيد ما فيش اسعار زي حضرتك بتحكي عنها دي، اكيد كلها اسعار افيلبل لكل الناس او متاحه لكل الناس. لكن ما هو انا ما اقدرش يا فندم اعمم اسعار متاحه لكل الناس. انا ممكن حد يبقى دافع ال 200 جنيه دول مناسبين بالنسبه له، وفي حد ممكن ال 200 جنيه دول يبقوا كتير بالنسبه له. عندهم مشكله تانية غير الفلوس خالص. عندهم مشكله ان ايه، احنا عارفين بعض، واحنا في القريه انا اعرف فلان ما ينفعش ابلغ عنه، ما يصحش ابلغ عنه. طب ده في الكرة. طب انا بتكلم حضرتك في الكرة. طيب احنا بنتكلم، بس انا بتكلم حضرتك في النقطه الماديه بتحصل بقى هنا كمان يا فندم. لا احنا عندنا انواع، عندنا كذا نوع من الحضانات. عندنا حضانات بتشتغل مسنده الجمعيات. الحضانات دي اسعارها رمزيه واسعارها معقوله جدا، وما بيترفعش الاشتراك الا بناء على لجنه بتعقد اسمها لجنه الاشراف. المديريه لازم بتاخد خبره الاداره الاجتماعيه اذا تم رفع. ايوه كام يعني الايجار بتاعها؟ من كام كل حضانه حسب ميزانيتها. هديكي في المتوسط رقم 200 او 150 جنيه في الشهر. في الشهر في حضانات بتاع 50 جنيه الاشتراك الشهري بتاعها. طب بقول لحضرتك حاجه، هو انا ببعت مع الطفل حاجات في الحضانه،
انا بكلفه كتير جدا، يعني بكلف كتير جدا وانا موديه الحضانه وانا ببقى محتاجه، وكمان لازم الامهات انا يعني كمان هتدخل وتشوف النظافه وتشوف مش عارف ايه وتشوف الكلام ده كله، فممكن ما يعجبهاش فتبتدي ان هي مثلا او ما يعجبهاش الاكل فتبعت معاه اكل وحاجات وكلام من ده. بس يا فندم دلوقتي يعني انا حتى لو دفعت له 100 جنيه ولو ان في ناس برضو ممكن تقول لك لا 100 جنيه في الشهر كتير، بس خلينا نقول ماشي هندفع 100 جنيه في الشهر، بتبعت معاه اكل وشرب وهدوم وحاجات من كده، هي برضه هي بتكلف ده. في حضانات لاقل من كده، في مستوى اقل من ده من الاشتراكات، في لحد 50 جنيه تقدر تسال في الاداره الاجتماعيه عندها، توصل للمديريه والاداره الاجتماعيه وتسال الاخصائيه المسؤوله هناك عن الحضانات في قسم الاسره والطفوله، لو سمحت اديني اسماء حضانات اشتراكها الشهري في متوسط دخلي، انا طيب. عايز ادفع 50 جنيه 20 جنيه 30 جنيه، هتديها بيان بالاسماء، عندهم لستة باسماء كتيره جدا من الحضانات لان عدد الحضانات كبيره قوي. طيب فهتقدر ترشدها للمكان الصح. بالنسبه مفيش بقى مشكله في ده على فكره. وبالنسبه يوه. بس في الاول علشان بس ايه يعني وقتنا بيخلص سريعا، انا عايز اعرف دلوقتي يا فندم العاملين في الحضانه مين دول وبيتم تدريبهم ازاي وازاي امنع اي تجاوز زي اللي الاستاذ كان بيتكلم عليه من شويه. هقول لك، انا بشكرك على السؤال ده وبشكر الاستاذ اللي فتح هذا المجال للكلام. احنا عندنا دلوقتي في الوزاره بنجهز لستاندر للحضانات، معايير جوده الحضانات، احنا اصدرنا قبل كده معايير جوده دور الايتام، معايير جوده دور المسنين، وحاليا احنا جاهزين تماما للتنفيذ على الارض في معايير جوده الحضانات. المعايير دي بتتكون من اكتر من محور منهم مهم هو محور كفاءه وكفاءه العاملين بالحضانه. يعني مشرفه الحضانه لازم تكون حاصله على تدريبات معينه واصله لمستوى معين عشان تنزل تشتغل في هذا المجال، تختبروها يعني الاول وبنختبرها بالظبط، وهيبقى بعد كده ده حاصل خلاص واحنا بدانا فيه. وبعدين المشرفه اللي مش حاصله على تدريب وما هياش مجهزه ومؤهله لانها تشتغل في المجال ده بيتم استبعادها فورا، وبتلزم الجمعيه بتغييرها وانها يعني توافينا بمشرفات تانية مؤهلين او تدينا اعداد المشرفات اللي عندهم واحنا بندربهم عشان يكونوا مؤهلين لهذا المجال. مرتبات بقى مشرفات بالنسبه الحمد. للمرتبات موضوع جنوب سيناء احنا عندنا حاجه اسمها مشروعات داخل خطه او مشاريع داخل خطه. بس بتقول لك 250 جنيه والسيده الفاضله مديره الحضانه بقى لها 17 سنه ما كملتش 400 جنيه مرتب. بالظبط ده يعني وفي مرتبات اقل من كده على فكره، لكن احنا بالفعل ماشيين في طلبنا فعلا ان احنا نرفع دعم الجهاز الوظيفي ونرفع المرتبات، وخدنا موافقه على كده فعلا من الجهه الماليات عندنا يعني في الوزاره باننا نرفع اجر المرتبات المشرفات اللي بيشتغلوا في الحضانات والموظفين لماكسيموم 500 جنيه، يعني 250 و150 دي ما هياش ما بقتش فلوس، فاحنا بالفعل هنرفع لا وهي كمان بتشتغل يعني شغلانه حساسه ومتعبه جدا بالظبط، فما ينفعش يعني على الاقل اقدرها يا فندم يعني بس تكون الجمعيه اللي هي تابعة لها داخله من ضمن الجمعيات المعانه، لان مش كل الجمعيات معانه عندنا، في بعض الجمعيات طيب. معانه وبعض مش معانه. طيب يا فندم في خط ساخن للابلاغ بقى عن التجاوزات يعني عشان بالزبط. واضح ان في ناس كتير اشتكت من كذا حاجه، يعني حتى في ناس كانت بعت لنا حكايه ان هم بيردوش يدخلوا الامهات في الاوض يبصوا عليها قبل ما يقدموا للطفل في الحضانه، نبلغ ازاي؟ عندنا طريقتين للبلاغ، في خط ساخن رقمه 16439 16439 وده رقم فريق التدخل السريع. تمام. ده فريق الوزاره بيشتغل 12 ساعه في اليوم من 10 صباحا ل 10 مساء من 10 صباحا ل 10 مساء. ده في من الفريق المركزي وفي فرق محليه على مستوى الجمهوريه كلها. تمام. اي بلاغ 16439 وفي كمان موبايل من 10 الصبح ل 10 بالليل. الموبايل كام بقى؟ في موبايل 010 953 953 68 ايوه 111. طيب هقول لكم ده 24 ساعه يعني ده 24 ده بيشتغل 24 طيب ساعة. في اي بقى شفتوا حضانه مش مرخصه حصل اي تجاوز من اي حد في الحضانات اللي بتودوا فيها اولادكم لحد 4 سنين هنتصل بالرقم الساخن بالخط الساخن 16439 من 10 صباحا ل 10 مساء، والموبايل من رقم 010 95 36
8111. لو مش لاحقين تكتبوا الارقام دي لو سمحتوا ابعتوا لنا على فيسبوك او حاولوا اتصلوا بينا عن طريق كمان وصل صوتك، واحنا هنمليكم الارقام دي، ونتمنى ان احنا نكون المينا بمعظم جوانب الموضوع. طب الارقام قدامنا على الشاشه، ده رقم الخط الساخن ورقم الموبايل. يا ريت نسمع برضو عن تنفيذ بلاغات، ولو سمحتي بقى كمان رجاء خاص الاستاذ اللي اتصل كمان، يعني بما ان هو يعني تعب نفسه واتصل عندنا في البرنامج، فنهتم بموضوع الحضانه اللي هي موجوده في الفيوم دي لو سمحتي يا فندم. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا، وان شاء الله بالتوفيق، ونتابع بقى مع حضرتك نتيجه الام المثاليه والاب المثالي بقى السنه الجايه ان شاء الله. يعني خلاص هناخد دي مبادره يعني ان شاء الله. شكرا مره اخرى دكتوره عزه عبدون، مدير عام الاداره العامه للاسره والطفوله بوزاره التضامن الاجتماعي، شكرا مره اخرى. شكرا ليك للساده المشاهدين. شكرا مشاهدينا، انتظرونا بعد الفاصل فقرتنا الرئيسية الثانية والأخيرة، ابقوا معنا. زاد مرتب الوزير ورئيس الوزراء او الوزراء ورئيس الوزراء، ده يبقى ظلم. ده في قرار ان هو فعلا هيحصل كده؟ لا، ده يبقى ظلم، لان يعني يبقى بيزود رئيس الوزراء والوزير وفي نفس الوقت بيدعك الطبقه المتوسطه خالص او الطبقه الفقيره، كده ما بقتش متواجده خالص، وكده ظلم بعينه، عمره ما يرضي ربنا بالطريقه دي. احنا جبنا خيرنا، ويعني مش ناقصين غير نشحر بجد والله. احنا عاوزين نعيش عيش الشعب الاول قبل الوزراء، الناس الغلابه اللي عاوزه تاكل عيش، دي اهم حاجه. اديكم شايفين حالنا اهو، الواحد ربنا مديله مرتبه على قد معيشته، انما دي مرتبات زود الناس العاليه ديت، هم كده كده معاهم، انما الناس التانيه مش لاقيه تاكل. الناس كده يعني اتخنقت. يعني انا النهارده اروح اكشف عيل ولا 4000 جنيه. ارحمونا يرحمونا، قول لهم ارحمونا، ده احنا يعني تعبنا بصراحه، تعبنا تعبنا فعلا. الناس عايشه تحت في الحضيض، حرام كده. فاحنا بنناشد الرئيس ان هو يبص للمعاشات شويه احسن، حرام عليكم. هي المرتبات ما بتغلاش غير للحكومه بس، لكن اي مواطن غلبان يعني ما فيش مرتبات ليه، هو الغلبان اللي ضايع بس. قولوا طول ما ربنا فرجها عليك، حنا على الغلابه زي حالتنا، وحسوا بينا بقى. يا ريت بس يتابعوا المعاشات بس، نظره للمعاشات. انا باخد 540 جنيه، بدفع منهم 250 كل شهر، نفسي حد يبص لنا نظره للمعاشات. يعني هيزودوا الوزراء ورئيس الوزراء، ها؟ ما فكروش في الشعب اللي بيموت ده، ما فكروش في الاسعار اللي طحنتهم وخلتهم مش عارفين، عمالين يكلموا نفسهم. ده كان رأي السادة المواطنين أو بعض السادة المواطنين اللي تم عمل تقرير معاهم عشان نعرف رأيهم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. القصة أثارت حالة من الجدل، وصلت إلى حد الغضب زي ما قلنا في مستهل حلقتنا النهاردة، والغضب ده حقيقة أصاب عدد من النواب وعدد كبير أيضا من المواطنين. ازاي فعلا، والسؤال الذي يطرح نفسه وعايزين اجابه عليه وراي حضراتكم فيه، الحكومه بتطالبنا ان احنا نرشد ونتقشف وفي نفس الوقت بيطالبوا بزياده مرتباتهم للمحافظين ونواب المحافظين ونواب الوزراء. هنعرف طبعا مع ضيوفنا اللي منورينا، بنرحب بيهم النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي، صباح الخير. برحب ايضا بالنائب الاستاذ محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب. اهلا بيكي. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. طيب نعرف بس الاول تعليق من حضراتكم على اللي ورد في هذا التقرير. سياده النائب عاطف مخاليف تفضل. والله التقرير ده يعني تقريبا انا عايشه كل يوم، لان انا من النواب اللي قاعدين في الدايره بتاعتهم، ساكنين في الدايره بتاعتهم، ورايح جاي في وسط الناس والشعب بيئن. يعني انا الحقيقه شفت موقف كده بالنسبه للبقالين التموينيين، لقيت اتنين جنب بعض والستات واقفه زحمه كبيره قوي على واحد وواحد تاني فاضي، فبقول لهم يا جماعه ما تنقلوا هنا شويه، قال له اصل ده رخيص ربع جنيه.
فالشعب بيفكر ننزل في السعر لحد دلوقتي في ال 25 قرش. شوف انا بتكلم باسلوب الناس. ففي الوقت ده ابص هتلاقي ان جاي قانون او تعديل على القانون 100 سنة 87 في خمس مواد. الماده بتاعه الاجور والماده بتاعه المعاشات. الاجور بدل ما 6000 تبقى 42000 بالنسبه لرئيس الوزراء. الحد الاقصى يتقاضى النواب والوزراء من اعضاء الحكومه المحافظين 35000 شهريا، والنواب الوزاره والمحافظين 30000 بالظبط. التعديل المطلوب مش كده؟ اه طيب اعرف راي الاستاذ محمد ابو حامد بقى، اتفضل. يعني هو طبعا زي ما حضرتك عرضتي في التقرير، احنا عندنا ضغوطات اقتصاديه كبيره جدا على المواطنين، وبالتالي اي اخبار من النوع ده 100% هتلاقي رفض واستهجان من المواطنين. انا يمكن انا في ما شفتش الفلسفه اللي الحكومه بعتها في مشروع التعديل، بس اللي انا سمعته انه وهم بيفكروا في تعديلات وزاريه انه كميه الاعتذارات اللي موجوده كبيره جدا. يعني يعرضوا على حد ان هو يبقى وزير او يبقى مساعد وزير او كده، وانه ناس كتيره بتعتذر. بعضهم تمام. بيعتذر عشان العمل العام في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي صعبه على اي حد، اي عمل عام ده دي اسوأ فتره ممكن حد يتولى فيها عمل عام، لان المواطنين في ظل الضغوط الكبيره اللي موجوده عليهم بيحملوا اي شخص مسؤوليه الظروف. ففي ناس بترفض من المنطلق ده، وفي ناس تانية انا سامع انها كانت بترفض لانهم شايفين انه العائد المرتب اللي هياخدوه مقارنة بالشغلانات اللي هم فعليا بيشتغلوها هيبقى فيه فجوة كبير. انا ما شفتش فلسفة القانون، بس بشكل عام متهيألي لا البرلمان ولا الحكومة حتى لو كان في اسباب قوية يقدروا يتكلموا في موضوعات من النوع ده الا لما المعاناة اللي بيعانيها المواطنين تنتهي. وكان سياده الرئيس قال انه احنا قدامنا 6 شهور وهيبتدي يبقى فيه ده موضوع مطروح في الشارع المصري، يعني فرجه اقتصاديه. فممكن ساعتها لو حبوا انهم يعيدوا النظر لاسباب موضوعيه، لو كان في اسباب موضوعيه يبقى يعاد. لكن دلوقتي انا شايف ان هو مش ما هواش وقته خالص، وان الاولى اذا كان في موارد زي بالظبط برضو كان في قانون اتعرض علينا في الجلسات الاخيره لعلاقه بتعويض المقاولين اللي هم تعاقدوا عقود قديمه نتيجة للتغير في الأسعار الرهيب اللي حصل بعد تعويم الجنيه. فأنا ومش أنا لوحدي، أنا وعدد من زملائنا يعني قلنا إنه الأمر ده لابد إن هو ينحصر في أضيق الحدود، ويكون في العقود اللي بعد شهر 11 اللي هي بعد قرار تعويم الجنيه، مش من شهر مارس زي ما الحكومة مقدمة. وكلنا قلنا إن إذا كان في قدرة لتوفير تمويل يبقى من باب اولى، زي ما المواطنين قالوا. قضيه زي قضيه المعاشات دي مثلا فيها مشكله كبيره جدا، واظن كانوا اصحاب المعاشات بيتكلموا انهم عايزين يتظاهروا، فده معناه انه طيب يعني أنا في ضغوطات يعني. تمام، يعني حضرتك شايف ان مش رافض القانون بس شايف انه مش وقته، او مش رافض التعديل بس شايف انه مش وقته؟ ما اقدرش ابني رايي فيه لان انا ما شفتش فلسفته ايه، ده رقم واحد. لكن ايا كان فلسفته ده مش وقته خالص. يعني لما حتى لو زي ما بنقول لحضرتك كده يعني، تمام، ده طبعا من نقلا عن يعني مواقع وخصوصا موقع برلماني، يعني موقع برلماني هو اللي كاتب الكلام ده. حضرتك رايك ايه في انا بتكلم في مجمل الفكره، يعني حضرتك بتقول بس ان هي مش وقتها، بس لو طبقت انا بقول لحضرتك لما بيعرض على حضرتك كنائبه في البرلمان اي مشروع قانون او تعديل قانون، في جزء مهم جدا اسمه فلسفه التعديل او مشروع القانون. الجزء ده اهميته ايه؟ انه بيشرح لحضرتك المبررات اللي عشانها القرار بيتخذوه. طيب تمام، انا لم اطلع على ده، هو يعني خبر الاحاله للجان ذات الصله ده موجود، بس انا بقول لحضرتك ايا كان المبرر او الفلسفه هذا ليس وقت مناسب ابدا تمام للتحدث عن مثل هذه الامور، وانما لابد ان توجه اي موارد الدوله قادره توفرها لرفع المعاناه عن الجموع الكبيره من المواطنين اللي بتئن، اصحاب المعاشات، الناس اللي مازال مرتبها يعني اذا كان الناس اللي بتاخد الحد الادنى للاجور اللي هو ال 1200 جنيه دلوقتي. متهيألي اي مواطن بيسمعنا عارف ان 1200 جنيه مع الاسف ما يعملوش حاجه لحد، وفي ناس ما بتشتغلش اصلا في الحكومه ولا تتحصل على حتى الرقم ده. تمام،
طيب خلينا نرجع تاني استاذ عاطف دلوقتي، يعني الاولى ان احنا نفكر في ايه؟ يعني حضرتك شايف الاولى في الموضوع، يعني سيادة النائب كمان محمد ابو حمد قال حاجه، قال حاجتين في الاعتذار، ان بيعتذروا علشان دلوقتي يعني وزير ما بقاش مغنم زي زمان، يعني بقى خلاص يعني حاجه دلوقتي فعلا بيسند ليه اي مشكله او اي حاجه بتحصل، فبتبتدي الناس تقول لك فين الوزير، فين كذا، فين المحافظ، فين. انما المفروض الكلام ده يوجه لإيه؟ يعني المبالغ دي توجه لإيه؟ وحتى لو تم التعديل يا فندم ما يبقاش من 6000 ل 42000. الحقيقة طبعا يعني دايما وأبدا لما بيجي قانون لازم أقرأ كويس جدا وأعرف فلسفته إيه والهدف منه إيه. طبعا إحنا كدولة ما إحناش في فرجة اقتصادية، ما فيش فرجة اقتصادية لا دلوقتي، ما فيش لا ما فيش فرجة اقتصادية، بدليل إن أنا لما جيت اعمل معاش تكافل وكرامه رحت اقترضت نص مليار عشان اعمل تكافل وكرامه. لما اجي انا المرتبات والاجور في الوزن في الموازنه العامه لسه الدور الانعقاد اللي فات زادت 4 أضعاف، وهاجي دلوقتي كمان عايز ازود وزراء وانا بغير وزير كل ساعه، وبعدين يعني الادهى من كده ان انا عايز اعمل له المعاش على 80% من مرتبه، يعني تقريبا يعني الكلام ده كلام ما ينفعش في الوقت ده بالذات، يعني في الوقت ده كده احنا بنطلع للناس اللي هي بتلحس في التراب لسنة. ده رقم واحد. رقم اتنين، يعني ايه وزير مش مغنم؟ اولا ما فيش وزير فقير في اللي بيتم اختيارهم، بدليل ان كان خالد حنفي ساكن مش عارف في الفور سيزون ولا سيماراميس مش عارف بكام مليون في السنه. هم بيعتذروا ليه؟ ما انا اقول لحضرتك استاذ محمد ابو حمد بيقول ان هم بيعتذروا لان المرتب بتاع الوزير قليل. لا 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 خالص. وكمان بيعطلوا. انا مش هقول لك وزير بقى، انا مش هقول لك وزير، انا هقول بعد ما الوزراء في وزراء كتير اتحسبوا هقول لك مرتب رئيس حي كام وهو بياخد كام، مش الوزير يعني ويسي على كده. يعني ايه بياخد كام؟ هقول لحضرتك مرتبه الاصلي كام وهو بياخد كام؟ انا جاي لك في الكلام. مرتب رئيس الحي وبعد كده هطلع لك على نائب المحافظ. طب مرتب رئيس الحي والمحافظ وبعد كده الوزير. مرتب رئيس الحي 2200 جنيه. وهو بقى فعليا بياخد كام؟ تيجي بقى فعليا على مسؤوليه حضرتك. تالف الرصف. لو جت شركه مش عارف البترول تعمل غاز مش عارف ايه عملت تالف رصف ب 100000 بيوزع عليه، هو بياخد 25% والحي بياخد 75% ده في الشهر. ماشي؟ ده شركه بترول بس. لو الكهرباء، شركه الكهرباء كابل ضرب وجاي تغيره فقطعت الطريق تالف رصف مش عارف ايه وايه في الحاجات دي زي الموس شغالين. بصي زي ما انت عايزه تقولي قولي. الكلام ده يعني يقولوه لناس مش فاهمه. على فكره يعني انا راجل متدرج من عضو مجلس محلي لعضو مجلس محافظه لعضو مجلس شعب، فالحاجات دي انا يعني عايشها وشايفها. فتبص تلاقي مرتب رئيس الحي من 2200 وصل يجي 70-80 ألف جنيه. طيب انا هرجع لرقم واحد تاني بس في النقطه دي عشان واحب اسمع راي الاستاذ محمد فيها. بس استاذن حضراتكم ناخد تليفون معانا سناء. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا مدام سناء. والله ما اقدرش اقول اكتر من اللي الاستاذ قاله حالا، بس عايزه تقولي ايه؟ اللي الاستاذ قاله ده بالظبط ينطبق على حياتنا. انا بقالي 26 سنه بشتغل باخد 1900 جنيه، الطلبة اللي كانوا تحت ايدي المدرسين حالا زمايلي بياخدوا ال 1400 جنيه او 1300 جنيه. شوفي بقى 26 سنة أنا باخد إيه؟ هلا أنا ما بعياش؟ أنا صاحبة مرض. أروح فين وأجي منين؟ ليا بنت مطلقة معاها 3 عيال، لا عارفة أخد لها شقة ولا عارفة أعمل لها أي حاجة. وقانون الأحوال الشخصية اللي الرجالة بتمرمط البنات في المحاكم. مش عارفة. مش عارفه التربيه فين ولا الطلاق ايه ولا المرتبات ايه ولا وزير ايه وزير ايه. انا مش عارفه والله. انا سمعتي عن القانون اللي هم طالبين يزودوا مرتبات الوزراء ده؟ ما اقدرش اقول لحضرتك الا اللي الاستاذ عادل امام قاله، الشعوب دي ولاد مش عارف ايه. بس كده. طب بصي يا مدام سناء، بالنسبه انا يعني ضيوفي طبعا هيعلقوا، بس بالنسبه لموضوع الاحوال الشخصيه والكلام ده تابعينا بكره، احنا يعني ان شاء الله باذن الله هنتكلم في القضيه اللي حضرتك بتتكلمي فيها بخصوص بنتك. طيب ناخد محمود. الو. استاذ محمود اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. والله يا استاذه مها يعني انا بقول يعني هي الحكومه بتحارب مين؟ الفقر ولا الغلابه المسلجين؟ لو على الفقر ورثوهني ولو انهار كمين واهله وشاف زغرت في بيوتني يقلب هنا جنازه وطين، ولو بيحاربوا على المساكين
دعوا قدامي بيشكي حزين، اولاده عايزين وعايزين، ومراته مش لاقي عجين، ومشاكل ودروس وتعليم، ولا صاحب يواسيه ويعين، ما تفهمونا قصد مين، ولو شكى منكم يشكي لمين، التجار خدوا كل جيوبني، والدكتور تجرب اعضائني، واللي سرق روحنا واطفالني، وبقينا سلعه في البتارين، ليهن عليكم ويكرهتوني، ونسيتوا الكن والميادين، اللي الصب والمتمنيني، ونخلصكم من الخاينين، شلناكم جوا عنيني، واللي وقفنا مع مكانكم كمين، واللي هتفنا نكون ايد وحدي، والغننا لحليم ومنير، كله ده كله نسيته ونسيتني، احنا ايه مش بني ادمين، احنا ساكتين على شر ريسني، وانتوا ولا انتوا بينا حاسين، ربنا يهديكم وتبعدوا عني، ومن ناحيتني احنا ما عايزينكم، وكفايه عليكم المستشارين. شكرا. شكرا استاذ محمود. معانا ابراهيم من الشرقيه. ايوه يا عبده، اتفضل استاذ. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا استاذ اني راجل عندي 57 سنه وكان المساكن عندنا في الشرقيه كانت واقعه هدوها، فايجيت عشان اروح استلم ما سلمنيش. تستلم ايه يا فندم؟ انت كنت مقدم يعني على لا انا ليا شقه تمليك. تمام. فروحت المجلس عمالين يطلعوني من هنا لهنا، ينزلوني للمكتب ده للمكتب ده، طب احنا هنعمل تظلمات، طب هنسلمك، وانا قاعد في شقه ب 500 جنيه وانا باخد معاش 350 جنيه. 650 وما بشتغلش. طيب استاذ ابراهيم معلش، هو ده يعني خارج سياق موضوعنا، بس لو سمحت بس سيب نمرتك ناخد رقم استاذ ابراهيم لو سمحتوا. خدنا الرقم، خدنا الرقم يا جماعه. طيب بالنسبه بقى للاستاذه سناء، انا عايزه برضو يعني نعلق برضو على الاستاذه سناء اللي كانت بتتكلم، هي برضو بتقول هي معاشها بتاخد 1900 جنيه بقى. انا هقول لحضرتك حاجات صعبه جدا من واقع الناس ومعيشتي مع الناس. التضامن الاجتماعي بيكفل الاسره المصريه اللي ملهاش عائل، تمام، من امراه او ثلاث اولاد او بتاع ب 325 جنيه. طب تخيلي بقى لو في طفل ابوه وامه ميتين، الدوله بتكفله في الشهر ب 60 جنيه. شوفي بقى المفارقة، 60 جنيه للطفل، وبعد كده في الآخر أقول ده إرهابي منين، وده مش وطني منين، وده مش عارف بلطجي منين. طيب. الكلام ده كله أفكر فيه ولا أفكر في وزير المفترض إن في صناديق وحاجات تحت الترابيزة كتيرة جدا بتتاخد، والمرتب مش هو المرتب اللي هو موجود في القانون 100 لسنة 87 زي ما بيقولوا 6000 و4800. طيب. والكلام الفاضي ده كله، والا ما كناش عشنا بقى في سيمراميس والكلام ده. زائد ان انت وزير يا عم، ده تاريخ ومجد ادبي بتعمله لنفسك ولاسرتك ولعيلتك، الكل بيتهافت عليه. ولكن بعد كده المفترض ان هم بيتحاسبوا. اللي انا مستغرباه بقى اللي حضرتك هو انا بحاسب مين؟ يعني حضرتك مثلا وزير زي وزير الزراعه سرق واختلس وكده ورشوه، لازم احاسبه، شيء طبيعي. تمام. ما ده سوء اختيار. هو انا لما وزير الصحه يجيب لي مش عارف النائب بتاعه ايه ويطلع حرامي تاني يوم، ما ده سوء اختيار. لما محافظ القاهره نائب محافظ القاهره يجيب مساعد ليه ويطلع حرامي. طيب يعني انا افكر في مين؟ اقول مين الحرامي؟ المساعد ولا اللي هو جايبه ولا ايه ولا في ايه بالظبط؟ طيب لما انا اتكلم في كده انا بحاسب؟ ده لازم نحاسب، وده سوء اختيار، ده سوء اختيار. طيب بس الاختيار ده احنا مش يعني انا مش عايز بقى نرجع زي الاول اهل الثقه واهل مش عارف ايه، اختار الكفء. طيب الكفء قبل في المكان. قبل بس ما اعرف راي حضرتك الناس اللي عندها خبره في موضوع الاختيار واختيار الوزراء، واحب اعرف طبعا راي سيادتك فيه. بس في الاول بقى برضو الاستاذ عاطف قبل المكالمات بس اللي علقنا عليها كان بيتكلم على المرتبات، ومثلا واستشهد بمرتب رئيس الحي المفترض ان هو بياخد 2200 وبيبقى فيه كده زي ما بيقولوا بالبلدي مصالح. بعد كده حضرتك شايف ده ازاي؟ يعني بص اقول لحضرتك حاجه، هو القائمين على الشأن العام دلوقتي ورثوا اوضاع موجوده في البلد بقالها سنوات طويله جدا، والمفروض انه القوانين اللي مجلس النواب بيشرعها دلوقتي بيدي ادوات قانونيه عشان اي ظواهر من الظواهر اللي سياده النائب قال عليها تنتهي.
سواء الناس اللي بتعمل عمولات بشكل غير قانوني او بتعمل مصالح بشكل غير مباشر وبالتالي بيضخم دخولهم. يعني كل ده المجلس من اول ما انعقد في الدورة الانعقاد الاولى وبعد ما خلص الواجبات الدستورية كنا ابتدينا نشتغل حاجة زي قانون الخدمة المدنية. مازال المجلس بيشتغل على مجموعة القوانين اللي تحقق العدالة الاجتماعية واللي من ضمنها الحد الأدنى والأقصى ومن ضمنها أمور كتير تنظم التفاوت الرهيب اللي حاصل في الدخول في الوظائف العامة. تمام. اللي أنا بقوله لحضرتك أنه سواء من مداخلات المواطنين اللي حضرتك عرضتيها أو اللي دخلوا معنا على التليفون أو من كلام سيادة النائب هو الحاصل احنا عندنا كمية مظالم وناس اهمل تعديل دخولهم لسنوات طويلة جدا. يعني لو كان في السنوات الكتير اللي فاتت دي كان في حد بيهتم باصحاب المعاشات وبيزود معاشاتهم بشكل منطقي كل سنة ما كناش هنلاقي دلوقتي الازمة الكبيرة اللي موجودة في اصحاب المعاشات دلوقتي. والاجور الاستاذة اللي اتكلمت ان مرتبها بعد 14 سنة 1900 جنيه وقيسي على ذلك. يعني دلوقتي الدولة لو احنا بنفكر بالشكل العادل كل قدرة الدولة أو كل طاقة تمويلية الدولة تقدر توفرها أو تقدر تدبرها لابد أنها توجه بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجا على اختلاف أنواعهم. تمام. ليه؟ لأنه إحنا بنتكلم على ناس بتئن من سنوات طويلة وبعدين لما حصلت الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية الأخيرة والزيادة الرهيبة في سعر الدولار والتضخم الكبير اللي ناتج عن عجز الموازنة بقت الناس دي غير ان اساسا دخولها من الاساس كانت ضعيفة جدا بس اصبحت لا شيء. ما في فندم خطط يعني خطط لتعديل موضوع طويلة المدى وده اللي بيحدث دلوقتي وفي خطط قصيرة المدى. يعني في ناس ما تنفعش تستنى فاش اقول للمواطن استنى يعني استنى ايه؟ هو حضرتك عندك حق انه في حالات عاجلة ولذلك البرلمان في ظل الانعقاد اللي فات قدر البرلمان ان هو يزود الحد الادنى للمعاشات ل 500 جنيه ويثبت زياده 125 جنيه حد ادنى و 323 جنيه حد اقصى. طبعا مبالغ حضرتك بتقولي دي مبالغ ولا شيء عندك حق بس ما قارنيهاش بانها مبالغ لا شيء. قارني ان قبل ما يحصل القرار ده كان في حد معاشه 90 جنيه وقارني انه عشان يتم تدبير تمويل لده كانت الدوله محتاجه توفر شهريا كميه مليارات كبيرة. تمام. طيب عندي بس تعليق على الحكاية دي بس خلونا نستقبل هاتفيا معانا دكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير وصباح الخير على السادة ضيوفك والسادة المشاهدين يا فندم. طيب سيادة الوزير في اقتراح اكيد حضرتك سمعت عنه عن زيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه واعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم وطبعا الكلام ده مترتب عليه الغاء العمل بقانون 100 لسنة 1987. حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ يعني وقته الكلام ده؟ طيب هو الحقيقة بس خلينا نأكد على الكلام اللي اخو كان بيقوله ان احنا عندنا مشكلة كبيرة في المعاشات لان دي مشكلة الحقيقة يعني اتمنى ان الحكومه تضعها على قمه الاولويات لان لا يصح ابدا ان يطلع موظف بعد 35 سنه عمل في الحكومه او حتى في القطاع الخاص وياخد 1200 جنيه ومفروض انه يفتح بيته بيهم. تمام. الحقيقه دايما بتكلم عليها. اما بقى نرجع بقى للساده الوزراء والمحافظين، اولا هي مش زياده، انا يعني هي مش زياده مرتبات لكن تقنين المرتبات. يعني النهارده الوزير بياخد مرتب من وزارته. يعني هديكي مثال بيا، انا لما كنت وزير تنميه اداريه كنت باخد 1960 جنيه مرتب من الوزاره اللي هو بيطلع لي رسمي زي اي موظف في الوزاره. وفي نفس الوقت كان بيجي لي 30,000 جنيه زي مكافاه كل سنه كل شهر من مجلس الوزراء، لان طبعا 1960 جنيه عشان يعني وزير يعيش بيهم ومطلوب منه متطلبات معينه كانت صعبه جدا فبيجي 30,000. القانون اللي معروض الحقيقه هو تقنين لل 30,000 بحيث انها تصبح جزء من المرتب مش مكافاه. لان هي كانت مكافاه بتيجي يتقال عليها مرتب مش مكافاه. يعني هي دلوقتي النهارده هي اسمها دلوقتي مكافاه. هو فانا عايزها اسميها مرتب. هو القانون اللي موجود دلوقتي في مجلس النواب الحقيقه بيتكلم على تغيير هذا يعني الفلوس كانت بتدفع ال 30,000. يعني انا وانا وزير كنت باخد 30,000 من مجلس الوزراء بيتحولوا لي كل شهر وباخد 1960 من وزارتي. كل اللي حاصل ان هم هيلغوا كل هذا الكلام وهيبقى فيه مرتب للوزير
35000 جنيه، لان انا كنت باخد 1960 وانا وزير التنميه الاداريه، لكن لما كنت وزير الاتصالات مثلا كنت باخد 3700، يعني في تضارب ده. طيب معروف مش زياده في المرتبات، ولكن تقنين هذه المكافآت تصبح طبقا للقانون مرتب للوزير او مرتب للمحافظ او مرتب لنائب الوزير. طيب دكتور هاني، نائب عاطف مخاليف بس عنده تعقيب على حضرتك بتقوله، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. دلوقتي انا يعني لسه كنت بستشهد بمرتب رئيس الحي اللي هو 2200 جنيه، لما انا بقى هوصل بقى نائب المحافظ ل 30000، وبعد كده اديله الحق ان هو ياخد تلف رصف وياخد تلف من شركه الكهرباء ومن شركه الغاز ومن شركه مش عارف ايه، فالكلام ده يعني عرف موجود عندكم في التنميه المحليه. لا خليني ثانيه واحده يا فندم بس ارد على الحته دي. اتفضل. لا يصح، لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ او الوزير او نائب الوزير تقاضي اي مبالغ اخرى غير هذا المرتب. انا كنت وانا وزير التنميه الاداريه كنت عضو مجلس اداره في اماكن ورئيس مجلس اداره في المعهد القومي للاداره. بس ده ما بيحصلش على الواقع. لا 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 يا دكتور هاني. لا 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 ده معترف بيه كمان في المحافظات. معترف بيه ان تالف الرصف بيوزع على الحي وعلى رئيس الحي والكلام ده، انا عندي ورق يعني لو كده كنت جبته معايا. طيب يعني دكتور هاني في، طب انا يعني خليني بس مع حضرتك في قصه ان احنا ما نخليهاش مكافاه ونخليها مرتب. طب هو يا فندم احتياجاته هو وزير ماشي هيبقى محتاج يعني مصاريف كتير، معناه ايه بقى ان هو بعد ما يخرج من الوزاره ياخد 80% من المبلغ الكبير ده يا فندم معاش؟ خليني بس اقول لك، يعني واحد ياخد 500000 معاش وواحد تاني مواطن في نفس الدوله ياخد 25000 في معاش ولا 24000؟ ثانية واحدة خليني أقول لحضرتك، أنت طبعا حضرتك عارفة قد إيه كمية الاعتذارات، محدش عايز النهاردة ياخد هذه الوظيفة، لأن أنا شفنا بعينينا وزراء سابوا وظائفهم سابوا شركاتهم أو سابوا الحاجات اللي هم بيشتغلوا فيها ودخلوا الوزارة ست شهور سبع شهور سنة ثم يخرج من الوزارة بالمعاش العادي خالص اللي هو يمكن لو ما عندوش فترة خدمة كويسة ياخد يعني 300 جنيه 700 جنيه. انا احنا هل تعلمي ان اثنين وزراء ودول اللي انا اعرفهم ممكن يكون فينا الثانيه بعد خروجهم من الوزاره قدموا طلب للوزير اللي جه بعديهم ان هو يعود موظف في الوزاره لانه هو لم يقدم استقالته لانه لا يستطيع ان يعيش، لا يستطيع ان يعيش بعد ما كان وزير وكان له طلبات معينه، طلع من الوزاره وقدم. انا شفت بعيني طلب متقدم من احد الوزراء السابقين للوزير اللي جه بعديه بيقول له انا لم استقيل من الوزاره تمام التفرغ بايجاد وظيفه. فراجع حد النهارده ساب شغله وساب وظيفته ساب الدخل الكويس بتاعه وخدم البلد ايا كانت المده ست شهور سنه سنتين ثلاثه. ما هو يا فندم خدم البلد باختيار يعني هو ما اتفرضش عليه يا فندم. يا فندم بس اخش معاه في مداخله بس فضل. يعني هل الوزير ده مش مواطن مصري زيه زي اي مواطن مصري؟ أنا دلوقتي بفكر في الوزير إن أنا أرفع مرتبه ل 42000 وأديله مكافأة 10 سنوات على الأساسي بتاعه وإيه أو يزيد، وكلمة ويزيد دي بقى يعني هي اللي يعني في الجنة بقى ويزيد. أنا معرفش حضرتك جبت 42000 ماشي الكلام ده كله 42000 ده مقدم لرئيس الوزراء الكلام ده كله يا معالي الوزير في ظل إن أنا كل ساعتين بغير وزير، يعني نص الشعب المصري هيبقى وزراء ونص الشعب المصري هياخدوا معاشات بالأرقام الخيالية دي في الوقت اللي انا بعاني منه من موازنه مترهله فيها الاجور زادت من 25 يناير حتى الان نسبه 4 اضعاف. الكلام ده كله ازاي في الوقت نفسه ان انا بتجاهل المواطنين الكادحين اللي هم مش لاقيين قوت اليوم اللي قاعد بيدبرها كده الرغيف، يعني بيوفر الرغيف ابو شيلن اللي احنا بنديهم له ده بدل ما بيروح يجيب بالجنيه كامل بيقول لك لا اديني 10 رغيفه في 50 قرش بس. الكلام ده بيقولوا الناس اللي حاسه بالناس اللي عايشه في الحواري، احنا يعني نواب جايين من يعني من طين البلد دي ومن نبت البلد دي، فعشان كده حاسين بالناس اللي عماله تقن. في الوقت نفسه اجي اطلع اقول يا جماعه الحقوا ده الحكومه بعتها لي ان هي عايزه تزود تضاعف 10 اضعاف ازاي انا باخد لا معلش يعني 4000 يبقى 40000 احنا بقى يعني هو دكتور هاني كان بيقول طب يا جماعه طب ما تزودوا الناس طب خلوا يعني اتكلموا في الحد الادنى للمعاشات ان هي يبقى 1200 بدل ما في حد بياخد 840 و540 خلي الحد الادنى للمعاشات يبقى الحد الادنى للاجور عشان الناس تتلاقي 40 جنيه في اليوم تجيب عيش وطعميه وفول والكلام ده، مش عايزين نجيب لحمه اللي هي دلوقتي بنشوفها في الفاترينا بنسلم عليها من بعيد. النائب
اتفضل كابتن نائب. هو مفيش شك ان المواطن المصري العادي بيعاني معاناه شديده، ولكن احنا اللي انا بقوله لحضرتك ان هذا القانون لا يرفع مرتبات الوزراء، ولكن يقننها كل الحاجه الزياده، بس ان يبقى فيه معاش للوزير حتى يضمن المعيشه الكريمه له بعد خروجه من الوزاره. يعني ما فيش صناديق مش عارف ايه وصناديق ايه برضه بعد ال 40 وال 50 اللي هياخدهم، هتلاقي برضه في صناديق وفي تالف وفي مش عارف ايه والكلام ده. خلص يا فندم، خليني اخلص. طيب لو سمحت، انا سمعت حضرتك للاخر. اتفضل يا فندم. وكل الفكره ان احنا بنقول بنقنن هذا المرتب، بدل ما يبقى اسمه مكافاه وكل منه مرتب يبقى كله مرتب، ثم بندي معاش 80% من هذا الدخل. مفيش بلد في العالم لا تعطي معاش للوزير، وهو معاش 80% من الدخل اللي يعتبر. احنا يعني مش عايزين يعني نتكلم على عامة الشعب، كلنا بنعاني فيما فيها الوزير. ال 30,000 بتاعت الوزير النهارده نصف الوزراء او اكثر من نصف الوزراء سايبين مكافآت ب 120 و150 وشغل لهم عشان يخدم البلد هذه الفترة. مفيش اقل سايبينها متنازلين عنها يعني؟ نحفظ له كرامته ونديله 80% من الدخل اللي هو كان بياخده من الحكومه، اللي هو بقى كامل المفروض يكون، والعدد اللي موجود كله على بعضه ما يعديش من اول الناس اللي عايشه من الوزراء السابقين لا يتعدى 300 فرد. يعني انا مش عارف، طبعا عايز اتكلم على الفتره دي ان انا يا فندم ده احنا من الثوره لحد دلوقتي عندنا يجي 1000 وزير. لا يا فندم لا حاجه، مش 1000 وزير ولا حاجه، 900. الحقيقه هو انا شايفه من وجهه نظري انا طلب عادل، لان انا شفت بعض الوزراء وهم خارجين من الوزاره مش عارفين هيصرفوا على بيتهم ازاي. والله غلابه الوزاره، معانا في الوزاره كان بيبكي والله. شفته بيبكي وهو خارج من الوزاره لما عرف ان مفيش معاش وزير، وكان متخيل. كلمني بعد انا ما كنت سبت الوزاره، قال لي هو معاش الوزير كام يا معالي الوزير عشان انا طالع خلاص وعايز اعرف اعمل حساب. قلت له مفيش حاجه اسمها معاش وزير. والله بكى، قال لي عايش ازاي؟ قلت له ما اعرفش عايش ازاي. وهو كان راجل رئيس شركه قابضه في الحكومه وكان بيدخله. ما هو ده الاستاذ محمد ابو محمد كان بيقول النقطه ان في ناس بتعتذر علشان كده، علشان ان ما بيبقاش ليهم دخل. بس يا فندم ده مش معناه، ما انا ما ينفعش اعمل حاجه من النقيض للنقيض برضو، يعني اخلي الموضوع في المعقول. مفيش زياده في المرتبات، ده اللي انا بقوله. ايوه حضرتك بتقول المكافاه، هسمي المكافاه مرتب، يعني انا اغير مسميات. يعني هو معالي الوزير دلوقتي بيتكلم بيقول انا كنت مرتبي 1900 وبيبعتوا لي 30، بقى 32,000. طب لما يبقى 40 و42 هيبعتوا له كام مكافاه؟ مفيش 40 يا فندم، مفيش دلوقتي. القانون جاي كده، القانون جاي 42,000 لرئيس الوزراء. طب لما حضرتك كوزير هتاخد 42,000، طب المكافاه هتبقى كام؟ اذا كان المكافاه حضرتك مصمم على اذا كان المكافاه في اوان المرتب اللي هو 1900 30,000، المكافاه في اوان المرتب ال 42 هيبقى كام؟ نص مليون؟ اولا يا فندم مش 42 ده رئيس الوزراء فقط. لا رئيس الوزراء، انا بتكلم على رئيس الوزراء، بلاش 42، الوزراء. ارجع لحضرتك بقى هذا ال 35,000. طب خلينا اكمل. هذا القانون بيلغي المكافاه تماما ويحولها الى مرتب، يعني مش مفيش حاجه اسمها مرتب ومكافاه. المكافاه كانت بتتفرض او كانت بتصرف، لان مش معقول الوزير هيعيش ب 1900 جنيه. فالمكافاه كان ده السبب منها. لا يوجد زياده في المصروفات بتاعت الدوله بسبب هذا القانون، لان هي كانت بتدفع من موازنه الدوله. تمام. بدل ما كانت بتدفع تحت اسم مكافاه اصبحت بتدفع تحت اسم مرتب، ثم 80% منها معاش للوزير. مفيش بلد في العالم ما بتديش معاش للوزير الا مصر. تمام يا فندم. طيب شكرا جزيلا دكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق. معانا على الهاتف أيضا دكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق. دكتور رضا اتفضل. أهلا أهلا، صباح الخير عليكم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وطبعا مبروك لمصر. ده اللي يهمني جدا الأول قبل موضوع الكلام عن المرتبات الوزراء والمحافظين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك لمصر، مصر كلها فرحت امبارح. أنا بس ليا كلمة سريعة جدا. اتفضل. يعني. أنا كأستاذ جامعي تركت عملي الجامعي وكلفت بمهمة قومية لخدمة بلدي في أي موقع. فكرة المرتب هو بالفعل زي ما قال معالي الوزير السابق، موضوع أوريدي في مكافأة بتصرف للوزراء والمحافظين، لأن الراتب 1900 جنيه. أنا زي ما بقول لحضرتك، أنا لما أكون وكيل نيابة غير لما أكون محامي غير لما أكون موظف عادي، لكل وظيفة متطلباتها وتكلفتها.
يعني انا لما كنت في وظيفه معينه في اعباء معينه كثيره جدا عليا، ما ينفعش اركب ميكروباص مثلا. تمام. الناس هتبص لي هو الوزير راكب ميكروباص؟ لا، يبقى لازم اركب تاكس، لا ده انا لازم اركب كذا او لازم البس كذا. فاللي انا عايز اقوله لكل وظيفتك، لان عايز ابعد بس عن المثاليه والكلام الكبير جدا، خلينا واقعيين جدا. فانا بتكلم اوريدي بتصرف مكافاه للوزراء والمحافظين تحت مسمى مكافاه، لا هو فكره القانون ان يكون هذا مرتب ثابت لمن يتولى مسؤوليه عامه. انا اللي انا عايز اقول انا كنت بتقاضى هذا كمحافظ مبلغ معين مقطوع وليس هناك اي بدلات اخرى، مبلغ بيوضع في حسابي كمحافظ فبالتالي بصرفه. انا طلعت دلوقتي تركت المحافظه عدت لجامعتي في معاش، انا مش هقدر اقول لك على رقم المعاش عشان انا اتكسف اقوله تحت اي مسمى، يعني على اصابع اليد الواحده حاجات لا تليق اطلاقا لمن يكلف بمنصب. مش موضوع عشان احنا عايز، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مش موضوع انت عايزه فلوس، فكره عايزين يبقى في شيء يليق بكرامه الوظيفه ومن يتولى الوظيفه العامه. مش موضوع ان خدها اصرفها في اي حاجه، لكن عايز اقول ده هيتم تقنين هذا الوضع يكون راتب. احنا بنتكلم على مثلا 30,000 او 35,000 للمحافظ وما اعرفش للوزير او شيء من هذا القبيل. مع مستويات المعيشه وتكلفه المعيشه واعباء الوزير واعباء اسره الوزير، اعتقد ان الامر يستحق ان ينظر له باهتمام دون مثلا الكلام. احنا مدركين لمشاكل المجتمع ومدركين لصعوبات المجتمع، عايزين نحفز الناس. هو هيترك عمله الخاص او الشركه بتاعته او الوظيفه بتاعته، انا بتقاضى دخل كويس الحمد لله في الجامعه، اترك هذا الدخل اقلد منصب عام لينزل المستوى العام؟ ما هو لازم فكره الموازنه مش اكتر، فكره التوازن مش اكتر. اللي انا عايز اقوله من الاخر خالص، ده تقنين لوضع قائم بالفعل، بيتم صرف هذه المبالغ تحت مسمى مكافاه دلوقتي للوزراء والمحافظين، بس هي دي فكره القانون ببساطه يعني. تمام. طيب شكرا دكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه السابق. استاذ محمد تعليق حضرتك ايه بقى؟ بص يعني انا في الحقيقه زي ما قلت لحضرتك، هو الموضوع صدر للراي العام على انه زياده. انا وجهه نظري ان كان لزاما على الحكومه انها تطلع تشرح حقيقه الموضوع، بغض النظر حضرتك موافقه عليها او معترضه، بس لما يتقال ان القانون ده مش هيضيف جنيه اضافي للوزير او للمحافظ، على كلام وزير التنميه الاداريه السابق لما يتقال انه هيلغي بند المكافآت، دي كلها امور كان لزاما على الحكومه لما الراي العام يبتدي يتكلم في هذه القضيه ويبقى عنده الغضب، وهو عنده حق انه يكون عنده غضب لان الموضوع اتصدر على انه ايه زيادة مرتبات كذا وكذا وكذا. فأنا في الحقيقة يعني سواء في اجتماعات مع رئيس الوزارة أو حتى من خلال حضرتك، في كل مرة بقولهم لو سمحتم لما يكون في شيء الرأي العام بيتناوله بشكل على غير حقيقته، بعد إذنكم حد يطلع يقول حقيقته إيه، عشان ما يتكونش في وجدان المواطنين انطباع عن شيء وهو مش موجود. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا زي ما قلت لحضرتك إذا كان هذا القانون هيترتب عليه أي استخدام إضافي لموارد الدولة في قضية دخول المحافظين والوزراء، أنا شايف دوت مش وقته تماما، وإنه الأولى أنه يوجه للفئات الأكثر احتياجا. لو كان القانون ده هيقنن شيء فعليا هم بياخدوه وفعليا مش هيضيف حاجات جديدة على ميزانية موازنة الدولة، يبقى ده هنشوفه لما نيجي نقرأ الفلسفة بتاعة القانون ونقدر ان احنا نتعامل معاه. لكن انا ما زلت مصمم انه مع احترامي الكامل لانه الوزير طبعا مكانته ومنزلته دي حاجة أدبية كويسة يعني، لكن في الظروف اللي البلد بتمر بيها دي العمل العام بشكل عام ما هوش مغنم لأي حد، لأن المواطنين كم المشاكل المتراكمة وليهم كامل الحق لما بيلاقوا أي مسؤول أو موظف عام يعني يحملوه كافة المسؤولية عن كل المعاناة اللي بيعانوها. بس دي الثقافة المجتمعية عندنا من زمان. وفي ناس يا فندم يعني حضرتك برضو ما تنظريش لأنه موظف في وزارة وهيترقى، لا، في ناس كانت بيطلب منها تبقى مثلا رؤساء لبنوك استثمارية ويتقال له بيقبض بقى ملايين مش بيقبض مئات الاف، ويتقال له سيب وتعالى اشتغل معانا عشان هم محتاجين خبرته. ما دي برضو حاجة مهمة. يعني لازم الناس تكون عندها إدراك ان الوزير ده محتاج خبرة معينة. تمام. وان الخبرة دي ليها سعر. في ناس في الحكومة وبتترقى، بس في ناس تانية بتبقى شغالة في شركات استثمارية وبنوك استثمارية، والدولة بتقول لها لو سمحتي تعالي اشتغلي معانا عشان احنا محتاجين خبرتك. مش بقول ده لشيء، بس يعني انا قلت رايي خلاص ان ده مش وقته تماما، بس بقول ده عشان نكون واقعيين وعشان واحنا بنكلم الراي العام نبقى بنقول كلام مظبوط. احنا النائب من وجهه نظري رجل دوله، رجل الدوله ده
ليه دور في تشكيل العقل الجمعي للمواطنين، خصوصا انه نائب عن الشعب، يعني بيتكلم باسم الشعب. ما هو ليه دور في تشكيل العقل الجمعي للمواطنين؟ يعني ايه تشكيل العقل الجمعي؟ يعني لما يكون في موقف محتاج يتشرح يشرحه للمواطنين. انا كوني مندوب عن عن الشعب، مش بس دوري ان انا اكون بعارض. المعارضه جميله طالما لو كانت في محلها بالزبط. لكن المهم كمان ان انا اكون عارف ان رجل وعي. الدوله ليه دور انه بيوعي المواطنين. لو كانت الحكومه طلعت قالت الكلمتين اللي قالهم سياده الوزير السابق من شويه، كان الموضوع هيطرح في الراي العام من زاويه تانية خالص. ليس بقى من زاويه انهم بيزودوا مرتبات، وانما انهم بيقننوا وضع قائم موجود فعليا، ويشرحوا للناس الدنيا فيها ايه. يعني طيب احنا معانا سناء، معلش بقالها كتير مستنيه. وعليكم السلام، اتفضلي يا سناء. معلش يا سناء، انا اسفه، انا عارفه انك بقالك كتير على التليفون. معلش بقى، مش مشكله. يعني احنا بنسمعكم ومبسوطين باراء النواب، وبنشكركم قوي على الاراء الموجوده والضيوفك الكرام. بس انا بقول لك يعني الرئيس الوزراء همه قوي يظبط المرتبات، يعني ده الحاجه اللي هي همها. طب ما الاهم اللي هو يظبط الشارع ويظبط الاداء بتاع الشارع من جميع الوزراء اللي هو جايبهم، اللي عايز يامن لهم وضعهم، يثبت الاسعار. احنا كل اسبوع السوبر ماركات الكبيره في جميع الحاجات سواء البيت او غير البيت كلها في زياده مستمره. احنا عندنا فاتوره الكهرباء، لو قلنا كلنا احنا مش شايفين الكلام ده، هقول فاتوره الكهرباء بتجيل على 9 جنيه نضافه. انا الشوارع، انا في المهندسين، الشوارع بتموج بالزباله. الرئيس ماشي، انا استاذه في جامعه حلوان، انا بقول لحضرتك ان الرئيس ماشي بسرعه غير عاديه، الناس اللي حواليه ماشيين زي الزحالب. البلد ينقصها المتابعه، ما فيش لا متابعه ولا تقييم لاداء اي حاجه على مستوى الجمهوريه. حتى في الشارع، يعني اللي بيبيع في الشارع، اللي بيبيع في هايبر كبير، اللي بيبيع في اساس كبير، مش ممكن في العربيات بتزيد كل اسبوع 50,000. انا مش عارفه يعني هم بيقولوا لما زودوا المعاش من 500 ل 1100 للناس اللي هي دي البسيطه، هم خدموهم هم ضروهم، لان لما كانوا بياخدوا 500 كان الدولار ب 6 جنيه، لما الدولار بقى ب 18 و 19. طب دكتوره سناء، استاذه سناء، لهم قيمه. استاذ محمد ابو حامد كان بيقول كان في ناس بتاخد 90 جنيه معاش، وده يمكن التعليق اللي انا كنت عايزه اقول لحضرتك عليه، وبقى 550. ده بقى الكلام اللي بتقوله استاذه سناء. ما هو ما فيش يا فندم، ما فيش جدل في ان المواطنين في الحقيقه، ومش بس المواطنين الاكثر، ده كل الشعب بيعاني الان معاناه اقتصاديه من اقوى ما تكون. هي الفكره كلها انه محدش كان بياخد القرارات دي على مدار 50-60 سنة. يعني محدش، احنا لو كنا كل سنة بنزود أصحاب المعاشات زيادة منطقية طبقا للتضخم وطبقا لتغير الأسعار، كان إيه اللي هيحصل؟ كنا هنيجي البرلمان بتاعنا ده تشكل، يبقى مطلوب منه أنه يزود سنة بسنة. لكن دلوقتي البرلمان بياخد قرار بزيادة في حدود الموارد المتاحة، وإحنا عندنا عجز في الموازنة 350 مليار جنيه على الأقل. يعني احنا بنقول ان هي زياده سنويه، بس هي مش زياده سنويه، هي حقيقتها زياده ل 30 سنه. فطبعا مهما حضرتك حطيتي رقم، عشان كده انا بقول انا متفق تماما مع كلام السيده الدكتوره، لكن كل اللي انا بقوله انه القرارات اللي المجلس قدر ياخدها هي خطوه من خطوات. احنا لما عملنا القانون 76 اظن لو انا فاكر رقمه صح، الخاص بزياده المعاشات، احنا في المجلس قلنا دي خطوه من خطوات. والسيد رئيس الجمهوريه لما طلع في احد المناسبات يتكلم قال انه احنا عارفين ان دي زياده يعني تكاد تكون هتتاكل نتيجه التضخم اللي موجود، لكن مش هتبقى ملحوظه. لكن قال بالنص كده كل ما هيبقى الدوله تدبر موارد هيتم ضخها لزياده اخرى. في قانون داخل على البرلمان، وده قانون مهم جدا، قانون التامينات الموحد، ده هيثبت الزياده بدل ما كانت بتروح لوزير الماليه هو اللي يحدد نسبتها كام. وحط فقره ان الزياده حتى ونسبتها ثابته ان يراعى نسبه التضخم. يعني لو هم مثلا قالوا زياده 10% بس نسبه التضخم تستدعي انها تكون 12-13%، هيبقى في اليه قانونيه ان ده يحصل، بحيث ان الموضوع يبقى الى حد ما يتعالج. لكن انا المواطنين جميعا عندهم حق. طبعا. احنا هنقعد شويه لغايه اما يبقى القرارات دي ليها تاثير. طبعا. يوصل للمواطنين. في برضو تعليق اخر، بس ناخد اتصال معانا. محمد من القاهره. ايوه، محمد من البحيره يا فندم. من البحيره، اهلا بيك يا فندم، اتفضل.
والله يا فندم انا عندي شكوى بخصوص انا عندي مركز بلدي من انا من شبرخيت مركز محافظه البحيرة. اه تمام. ولكن انا وقع علي ظلم من قبل الوحده المحليه لمركز مدينه شبرخيت وانا متظلم من هذا اللجنه الذي جات وقفلت لي مخبزي. هو حضرتك كلمتنا في اول حلقه صح؟ لا يا كان عامل يا فندم اللي عندي كلمك. العامل اللي عندك اصل انا يعني حاسه ان انا سمعت الشكوى دي قبل كده. مستاجر المخبز يا فندم. ايوه يا فندم ايوه هو مؤجر المخبز. بخصوص المخبز الظلم اللي وقع عليا يا فندم ان انا وعمي على خلافات اثريه قديمه. طب ولكن هقول لك حاجه معلش معلش عشان ده بس مش موضوعي وعشان وقتي بس وقت الفقره لو سمحت انا يعني ارجع بس للكنترول احمد لو سمحت بس ناخد رقم تليفون الاستاذ محمد. طيب معانا استاذ عزت من القاهره. صباح الخير يا استاذه مها. صباح النور. اهلا يا استاذ عزت اتفضل. تحياتي لحضرتك ولضيوفك. اهلا. وانا بس عايز اتكلم على حكايه زياده مرتبات الوزراء المحافظين ونوابهم. انا متفق تماما مع سياده النائب اللي قال ان هم بيدوروا النهارده في التعديل الوزاري على وزراء كتير جدا منهم بيعتذروا. نائب محمد ابو حامد هو اللي قال كده. فيبقى النهارده دلوقتي لما انا اجي اولا المنصب الوزير ما هوش درجه ماليه. يعني احنا عندنا مجلس اجور واسعار. هو اجتمع قد ايه؟ عمل ايه؟ حقق ايه؟ ده قصه ثانيه تتناقش. لكن النهارده الوزير ده منصب. فهل الوزير هل هو بيتعامل زي الموظف العادي؟ انا النهارده دلوقتي مقتنعين تماما انه حصل ضغط على الناس من ان النهارده عونت الجنيه او عونت الدولار فالنهارده دلوقتي بقى الدولار بقى ب 20 بدل ما كان ب7 فالنهارده دلوقتي الدخول الناس اللي هي العاديه نزلت للنص او اقل. لكن انا بتكلم النهارده انا ما اقدرش انكر ان هو الوزير من الثمانينات مش من دلوقتي. كان بيجي له ظرف كل شهر علشان الوزير يقدر يوائم ما بين متطلباته كمنصب والمصروفات اللي هي ممكن يعيش بيها وما بعملوش كانه موظف عادي. الوزير مش هيروح الوزاره بتاعته في الميكروباص. ما ينفعش. فالنهارده ليه هو الوزير بيتعمل من الدوله عربيات بس مش لازم يبقى وبيمشي وراه انا ده بيكلف الدوله بس عشان يجي الشيء الفلاني عنده اصول عربيات بيروح ويجي بيه. لازم الكلام يبقى منطقي يا كابتن نائب عاطف. انا هكلمك المنطقي. انا هكلمك المنطقي. هو الوزير هيركب ميكروباص هو الوزير ده الوزير ما بتشوفش الوزير وهو ماشي كده احنا بنبقى تحت الكوبري وهو فوق الكوبري. معلش احنا واقفين وهو ماشي الوزير ده قدامه 10 عربيات وراه 10 عربيات. الوزير ده بيروح وبيبقى فيه ميزات ماديه وبيبقى عنده عربيات وبيبقى عنده وسائل اخرى على اساس ان هو يبقى مميز لان هو بيقدم خدمه مميزه للشعب وللمواطنين. انا النهارده بدل ما يبقى الكلام ده كله لو انا بقول ان هو هيبقى رئيس بنك او مذيع قناه توك شو بياخد 23 مليون جنيه في السنه واحنا الناس ما بتتكلمش عليه. 23 مليون يا ريت والله. هو بيتكلم النهارده على ان هو منصبه ايه ومفروض ان هو بيقدم للبلد ايه. لما انا ما الاقيش هجيب وزير واقول له انت درجه ممتازه ولا درجه عاليه علشان هيقعد هنا هيقدم ايه للبلد. يا جماعه احنا النهارده لازم نصلح هيكل الاجور. لما هو دلوقتي نواب مجلس الشعب هم ما زادوش. عايز اجابه حضرتك مرشح للوزاره ولا حاجه قدام حضرتك اهو ويرد. انا لو مرشح للوزاره هعتذر يا سياده النائب. انا لو مرشح هتعتذر ليه يا استاذ عز؟ انا لو مرشح للوزاره هعتذر لان انا النهارده الاقي انه نواب الشعب بيهاجموا الوزراء. احنا مش بنهاجم احنا بنتكلم في ان الشعب انه بيعاني وفي الحد الادنى مش عارفين نوصل له. ازاي بنوصل لفوق ومش عارفين نوصل للحد الادنى يا جماعه؟ ما يبقاش فيه للوزراء وللشعب. لا احنا عايزين للوزراء وعايزين للشعب. للشعب الاول للشعب الاول وبعد كده الوزراء. ما ينفعش. ازاي بقى ما ينفعش؟ هو مين بيدير مين يعني؟ الصناديق اللي الوزراء والظروف اللي بتروح كل شهر دي ما تنفعش. ازاي بس بيدير مين؟ الخدمات العامة للوزراء هنتكلم على الإدارة يا فندم. وأنا الإدارة بتكون شخصية يعني أنا كلام العربية بتوديني والعربية بتجيبني العربية بتودبني والعربية بتجيبه الوزير الكلام ده كله متاح. طيب ليه يا جماعة؟ شكرا أستاذ عزت. ناخد هبة. طيب هبة من أسوان.
هبه؟ يا هبه. الو هبه معانا ولا ايه؟ الو ايوه يا هبه علي صوتك يا هبه. الو ايوه يا هبه صباح الخير. لا سمحتي طب انا انتوا بتتكلموا على الاجور والحاجات، انا من اسوان مرتبي 600 جنيه معاشات عن المرحوم ابويا. اه ومعايا ولد وبنت مرتبات يعني ايه اجور في واحد في سنه ثالثه واحد في سنه ثانيه. كل عيل بياخد درس ب 50 جنيه. انا هاكل من فين وهم هياكلوا من فين؟ احنا بصراحه مظلومين، مش مظلومين احنا تحت الصفر. تمام. ادي الشكاوى المفروض ان الناس دي. طب ناخد هشام الاول. هشام كيف؟ صباح النور اتفضل. يعني الريس يتنازل عن نص راتبه وانتوا طالبين الناس اللي هي عايشه ببلاش الوزراء والمحافظين وعايشين في فيلا وموكب عربيات رايح وجاي وتعيينات ببلاش؟ يعني انت عايزه تقنعيني ان في محافظ بينزل يشتري كيلو لحمه مثلا؟ ما هو عايش ببلاش ان شاء الله، حتى ما بياخدش فلوس خالص. بلاش ياخد فلوس خالص، ياخد ليه؟ واخده بال حضرتك؟ لازم نبقى زي الريس، الناس لازم تتنازل. ما هو ده بقى نتيجه حاجتين، نتيجه ان في اداره مش يعني في مشكله غلط، والريس يتنازل عن نص مرتبه صحيح وتيجي بقى يعني. وبعدين لما الاقي مبررات يعني. يا استاذه لما الاقي مبررات يقول لك لا اصل ده مش مرتب، ده احنا عشان نبقى المكافئات. يا جماعه اقروا اقروا المواد اللي جايه، المواد بتقول مرتب. يا هشام صح. طب نسيبه يكمل كلامه بس. اتفضل هشام. نعم يا فندم. اتفضل كمل كلامك لو سمحت. بعيش ببلاش انتوا عايزين له فلوس ليه؟ ده المفروض ما يدفعش والده. وبعدين كل حاجه فيها مكسب غير المرتب، يعني كل البدلات. يعني اقول لحضرتك انا طبيب، اما بدل العدوى اللي هو المفروض الاطباء تاخده من اول رئيس المدينه لغايه رئيس الحي بياخد منه، واللي بيفيد بياخدوه الاطباء. دي حاجه من ضمن الحاجات. كل حاجه حضرتك غير النوم. يعني انا دلوقتي بصرف في مرتب، انا مرتبي 3850 جنيه. نصهم رايح اكل وشرب، والربع رايح مواصلات وكلام. البنود دي كلها مش عند المحافظين ولا الوزراء، يعني البنود اللي بيصرفوا فيها. غير كده حضرتك مثلا سياده الوزير خدوا ادويه في نادي الصيد ببلاش، خدوا ادويه في نادي الاهلي ببلاش، خدوا ادويه في مش الحاجات دي كلها. هو عايز فلوس ليه؟ هو عايز فلوس ليه؟ كفايه بقى، حرام عليكم الناس. وبياخد. شكرا يا دكتور هشام. معانا حمدي اسكندريه. ايوه استاذه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا استاذ حمدي. ايوه استاذه علي صوتك لو سمحت. انا كنت عايز بس اتكلم على المعاشات الصغيره. المعاشات الصغيره وطي التلفزيون. انا كنت بتكلم بس على المعاشات الصغيره بس. القليله. ايوه ايه مشكلتك؟ ايوه انا طالع من 2008. انا لغايه دلوقتي باخد 840 جنيه. واخد بالك؟ ايوه. فيا ريت يعني يبصوا لنا شويه، احنا ما بنتكلمش في زيادات رهيبه، واخد بالك؟ فاحنا عايزين بس نعيشه، نعرفه نصرفه. انا معايا عيلين ومش عارف اعمل حاجه. طيب 800 840 جنيه ومش عارف اعمل اي حاجه. احنا مع الرأي. الشعب كله. احنا مع الرأي. احنا صابرين معاه وكل حاجه. ف يعني يبصوا لنا بس. تمام. يبصوا لنا بس. شكرا. معانا استاذ صلاح من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. لو سمحت حضرتك، انا عندي 56 سنه. يا فندم اهلا وسهلا. ومريض سكر ومريض ضغط، وعندي كان عندي اربع اولاد. عروسه منهم توفاها الله في حادث. بقاء لله. وابني كان حصل له مشكله، بعت للسيد رئيس الجمهوريه عليها، وبعت للشيخ الازهر عليها. مشكلته ايه؟ ورحت للاستاذ وائل الاطرشي عند حضراتكم، وبعت للشيخ. ما فيش حد مسؤول في البلد ما بعتلوش. ايه مشكله ابنك يا فندم؟ مش هقدر اقولها على الهوا سعادتك. طب ما تقفلش. ما تقفلش. لا مش هقفل. خليك معانا دقيقة واحدة. نتواصل مع أستاذ صلاح يا جماعة لو سمحتوا. أيمن من القاهرة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. من فضلك. أيوه يا فندم. من فضلك كنت عايز أعمل مداخلة بخصوص زيادة مرتبات الوزراء. أيوه يا فندم أنت على الهوا، اتفضل. طيب أولاً بالنسبة للتوقيت اللي الحكومة بتطرح فيه القانون ده، أعتقد إن التوقيت ده يعني اسمحي لي إن أنا هستخدم لفظ إن توقيت مستفز. مستفز. طبعاً. تمام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين،
الوزير معلش انا هتكلم بصراحه اكتر يعني هدي مثل صغير جدا بالنسبه لوزاره التضامن الاجتماعي. معالي الوزيره رئيس مجلس اداره صندوق الادمان، معالي الوزيره رئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي، كل ده بيجي لها دخل منه. فهل الوزير محتاج انه يرفع المرتب الاساسي اللي هو اصلا مش محتاجه وعنده كذا مكافاه بتجيله من كذا جهه ثانيه، زائد ان كل تحركات الوزير، تنقلات الوزير لما بيروح يحضر مؤتمر بره في اوروبا او بيمثل مصر في بلد ثانيه بياخد مكافاه. فاحنا لو دورنا على كل المكافآت مجموعها مثلا كل شهر هيعدي مبلغ خرافي، ومعالي النائب المحترم اللي موجود عند حضرتك يعلم هذا، الوزير المكافآت اللي بتجيله من بره الوزاره المبلغ اجمالي بيكون قد ايه؟ طبعا تمام يا فندم. شكرا استاذ ايمن. احمد من بورسعيد. ايوه حضرتك. ايوه استاذ احمد اتفضل. حضرتك بس في نقطة بس بالنسبة للوزراء ونواب مجلس الشعب. أيوة. احنا المفروض الرئيس طالع لوحده وبيشتغل لوحده وكل حاجة، الناس دي كلها مش عايزينها، يجيب لي وقت من الجيش يحطها ويفتح سجن للناس دي كلها يرميها فيه، لأن احنا تعبنا وزهقنا، الفقر كلنا. حط قاعد لي في تكييف وقاعد هنا وقاعد هنا واحنا مش لاقيين ناكل، جاي يطلب زيادة. دي مش دولة. دي مش دولة، حرام. حرام اللي بتعملوه فينا. حرام اللي بتعملوه فينا، الناس مش لاقيه تاكل ويجي الوزير يطلب لي يقول لي انا عايز مش عارف ايه وعايز ايه. ورئيس مجلس الشعب يطلب لي انا عايز ايه وبتوع مجلس الشعب يطلبوا ايه؟ فين السجون يا ناس؟ فين السجون؟ طيب احمد شكرا استاذ احمد. معانا احمد من اسكندريه. ايوه صباح الخير. صباح النور. لو سمحت دلوقتي المشكله في المرتبات والكلام ده كله للوزراء الناس دي اساسا عايشه مرفهه جدا، يعني انا بستغرب ان هم يزيدوا ازاي. الناس اللي هم محدودي الدخل اللي هم قبل 25 يناير اللي ما كانوش عايشين دلوقتي هم عايشين ازاي؟ احنا دلوقتي بنعاني من الغلاء جامد جدا، وتبص لي الوزير اساسا حياته كلها ببلاش. طب بص للناس اللي معاشاتها 500 جنيه و1000 جنيه. دي عيشه صعبه جدا بجد والله، يعني بصوا لمحدودي الدخل اكتر من الناس الثانيه. تمام يا استاذ احمد. طيب ناخد امجد من القاهره. الو صباح الخير. صباح النور. بصبح على حضرتك وعلى الضيوف ومشكرين على البرنامج الصباحي المحترم الجميل ده. ربنا يخليك يا فندم. العفو. انا عندي نقطتين بس مصاب جدا في الموضوع اللي بتناقشوا فيه. النقطه الاولى هي دايره اختيار الوزراء، احنا اي ثينك عندنا مشكله كبيره فيها في مصر. الاختيار دايره الاختيار بالضبط. يعني الدايرة أعتقد ضيقة جدا، مقدورة على بعض الناس أساتذة جامعة أو وكلاء وزراء موجودين، أو يعني لو الدايرة توسع بحيث إن الناس المتميزين في مجالاتهم بره الجهاز الحكومي أو بره الأوجه المعروفة سواء سياسية أو اجتماعية، هتلاقي ناس تقبل الوزارة وتقدر تضيف وتبقى بره صندوق الكلمة اللي بنتكلم عليها كتير محدش فاهمها. النقطة الثانية المرتبات. يعني انا ما عنديش مانع الوزير يبقى مرتبه 30 40 الف جنيه، بس يبقى في منظومه حسابيه او رقابيه محترمه زي الرقابه الاداريه مثلا، تكون مسؤوله على ان هي تتاكد ان الوزير داخل معاه رصيد كامل فلوس وعقارات هو واهله من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، ما يستخدمش المنصب يعني في حاجات ثانيه حضرتك. بالظبط يعني ياخد المرتب اللي يكفيه، وبلس ان الموضوع دوت يستمر بالرقابه عليه حتى بعد ما يترك الوزاره لمده من 5 لـ10 سنين. طيب شكرا ليك يا فندم استاذ امجد. انا بعتذر معلش للساده المشاهدين عشان وقتنا بس بيخلص، و سؤال بقى لسيادتك استاذ محمد ابو حامد، يعني في وده يمكن كمان على فكره في ناس بعتلنا ان هي عايزه تسال سيادتك كمان تحديدا على هذا الموضوع، ويمكن استفسارين. اولا يا فندم حضرتك بقى كنائب، يعني رايك ايه في اداء الحكومه عامه؟ الحكومة قدمت من تقريبا اسبوعين او ثلاثة تقرير نصف سنوي اللي هو عن الست شهور اللي فاتوا من عملهم يعني، والائتلاف اللي انا بنتمي ليه ائتلاف دعم مصر دلوقتي احنا عاكفين على دراسة التقرير ده لسبب انه التقرير بيجي فيه ارقام، وحضرتك تعلمي انه مجرد زيادة او انخفاض رقم لا يفيد شيء الا لما تعرفي هو سبب زيادته ايه او سبب انخفاضه شيء. بشكل عام
يجب إعادة النظر في أداء مجموعة الوزارات الخدمية، لأن ما زال في شكاوى متكررة من المواطنين عن تراجع مستوى الخدمات، صحة وتعليم وطرق وما شابه يعني. فمحتاجين يتم مراجعة دقيقة لمجموعة الوزراء في الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية طبعا، لأن واضح جدا أن احنا بنواجه مشاكل اقتصادية يعني. فاللي أنا بقوله إجمالا أنه احنا بندرس التقرير دوت عشان نطلع بكلام موضوعي تجاه كل وزير في اختصاصه، لكن بشكل عام من الأداء العام اللي احنا شايفينه حتى قبل ما التقرير يجي، المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية لابد من تقييمهم تقييم دقيق. واحنا عارفين انه احنا على ابواب تغيير وزاري مفروض الاسبوع الجاي يعرض على عشان كده بسأل حضرتك والبرلمان، وقال ان هناك يعني سيكون هناك دمج في بعض الوزارات، دمج يعني محتمل. حضرتك شايف ان ده برضو مفيد ولا هو بس الفكرة انه يكون مدروس بدقة، لسبب انه حضرتك تعلمي مثلا لما اتعمل وزارة للتعليم الصناعي بعديها بشوية تم دمجها. فأنا المهم أنه يكون لو هيحصل دمج للوزارات ده ما يخلش بالواجبات اللي المفروض كل وزارة تؤديها. طبعا الدمج كفكرة لتخفيض النفقات ده لو كان هيحصل تخفيض نفقات، لأن حضرتك تعلمي أنه لما بيتم الدمج بيتم الموظفين اللي هنا واللي هنا بيبقوا موجودين، والوكلاء اللي هنا واللي هنا بيبقوا موجودين. فاللي عايز أقوله يعني أنه لازم يدرس دمج اسمي فقط يعني. مهم أنه يدرس هل ده هيخل بالمهام اللي المفروض كل وزارة تؤديها ولا لا، عشان ما يحصلش زي ما كان بيحصل قبل كده يجي فكرة ان ندمج يدمجوا وزارات وفي التعديل اللي بعده يفكهم تاني. فدي بتعمل دربكة في الإجراءات وفي الخدمات اللي بتقدم للمواطنين. طيب عايز أكد برضو على النقطة اللي سيادتك قلتها كمان قبل شوية، حكاية مش في موضوع المرتبات ده بس، بيصدر التصريح من الوزارة ولا من الحكومة عامة متأخر في حاجات كتير جدا. استنى لما الشائعات تطلع، واستنى لما الناس تموت بعضها ويتخانقوا مع بعض ونقول مش عارف ايه، وده يتكلم واللي فاهم يتكلم واللي مش فاهم يتكلم، وبعدين لا ده اصل الحكومة كان قصدها كذا. فأرجو يا جماعة ان يعني اقدم للشارع، احترم الشارع شوية، اقدم للشارع المصري التوضيح. من حقه يعرف على فكرة، من حقه ان هو يبقى عنده معلومة طول الوقت عن الحكومة للمفترض ان هي بتديره. طيب سيادة النائب عاطف من خليف بقى، حضرتك احنا سمعناك يعني صوت الناس او صوت معظم الناس يعني اللي بيتكلموا في ده، حضراتكم بقى هتقدموا ايه علشان نساعد الناس دي؟ يعني المفروض ان احنا علشان انتوا بتمثلوا الناس، انتوا المفروض ان انتوا صوت الناس، هنقدم لهم ايه فندم؟ الحقيقة بما أننا نواب الشعب، الفرق بين نائب الشعب ونائب الدولة، طبعا الحكومة الحقيقة أنا من وجهة نظري في الأيام اللي فاتت دي قدرت أنها يعني ترفع الأسعار بطريقة يعني غير طبيعية، فده ترمومتر الفشل. والحكومة يعني قدرت تنط في جيب المواطن في حاجات كتيرة جدا، في فاتورة الكهرباء وفاتورة الغاز وفاتورة المية، فده برضو دليل الفشل. فعشان كده أنا بقول يعني ياريت لما نيجي احنا كنواب نصوت على الوزراء يكون مش تصويت، يعني أنا ما جيش يوم الأربع اللي جاي، إذن الاختيار ما جيش يوم الأربع اللي جاي أفاجأ بوزير أنا ما أعرفوش وقول لي صوت عليه، دي مش طريقة اختيار. طيب أنا طبعا بشكركم، أنا أسفة الوقت انتهى، ولكن بشكركم شكرا جزيلا نائب عاطف مخليف عضو مجلس النواب. شكرا. شكرا. بشكر أيضا سيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن مجلس النواب. شكرا فندم. شكرا. شكرا. مشاهدينا انتهت حلقتنا، غدا إن شاء الله ألقاكم في تمام التاسعة صباحا، فكونوا على موعد. سلام.